الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم فاركو 2-1 ويزحف نحو القمة بعد تحقيق الفوز التاسع على التوالي. كابتن شريف، مبروك، فوز صعب للنادي الأهلي ولكن 3 نقاط غالية. أكيد مبروك، ده الهدف من المباراة ومن سلسلة المباريات اللي الأهلي اتزنق فيها أو الوضع حاطه فيها بسبب اشتراكه في بطولة أفريقيا والحصول عليها. متفقين كلنا من 4 ماتشات فاتوا، يعني ما تكلمنيش عن أداء، كلمني على 3 نقاط. أيوة، 3 نقاط دول أهم ما في المباراة، وأهم ما في المباراة إن أنت عندك لعيبة بتعرف تجيب جوال. كوبي بيست من حسين الشحات لأدائه، تلاقي كريم فؤاد بنفس الشكل بنفس الطريقة عايز يهدف بنفس الأسلوب والدخول والتوغل والبليسنج اللي بتتلعب. لو هنتكلم على بيت اللعيبة، في لعيبة الملعب وحشها، وفي لعيبة بتبقى مؤهلة نفسها يا أيمن إن هي جاية النهاردة تلعب وتأدي واخدة الموضوع مأخذ جد وتفكير وكده، زي وسام مثلا. يعني وسام على قد ما هو راجع من إصابة وكل حاجة، إنما خلص لك مباراة الحقيقة بتفكير كويس أو بتنفيذ كويس بوينتو، ودى حسين الشحات من أجمل ألعاب المباراة. وفي لعيب ما بيحس إن المدير الفني مش محتاجه في المباراة دي وحطه أو متفق معاه أو السيناريو شكله إيه، إن هو قاعد على الخط احتياج الفريق ليه مش النهاردة. ولكن ظروف المباريات تقدر تخليك في أي وقت أنا محتاج كل اللعيبة يعني. فاللي أنا شفته الشوط الثاني النهاردة ملعب عايز تغيير، وعايز تغيير معين، عايز حد يمسك كرة في نص الملعب، حد يبقى عنده مكان إمام عاشور، حاسة التدوير بتاعة الملعب كله، اللي ازاي يلعب على اليمين وازاي يلعب على الشمال، اللي هو بما يفيد يعني لاعب المتاح عندي أنا هنا هو محمد مجدي قفشه، هو اللي يقدر، او عمرو السوليه. اعتقد التغيير ده اتاخر شويه وادى فرصه لفرقه فاركو، خاصه بعد الهدف اللي جابوه، الشوطه اللي جت مش مسؤول عنها اي حد، خلت فرقه فاركو ده تدافع نفسيه قويه جدا. فلازم هنا في الوقت ده يكون عندي لعيب يمتص الشكل بتاع فرقه فاركو والوصول ان هو يتعادل في الماتش او يرجع يعمل كامباك تاني ويعمل المنتدى معاك في المباراه. كان لازم في نوعيه لعيبه معينه تقدر تمتص لك الحماس بتاع فرقه فاركو ده كله. زي ما بنتكلم بنقول احنا بعد ما بنكسب كلنا كده، وبلال طبعا بيقول لك لازم نعمل فريزن للمباراه، ولكن انت النادي الاهلي الفريزن ده مش ان انا انقل الكره في نص الملعب واعمل باص سليم لا، انا لازم يبقى عندي فيجن وعندي رؤيه ازاي اكمل للشكل الامامي، ازاي اروح تاني واجيب الهدف الثالث، ازاي اطرافي زي ما كانت النهارده نشيطه جدا بحد ادائها. يعني يمكن انا كريم فؤاد كان ماشي كويس جدا، وخدع فتاح بيحاول بشتى الطرق ان هو يكون ليه كلمه وشكل وسرعه واداء وروح، بيواجبه كمان اكرم توفيق في نفس الشكل. ما تخلي شويه كمان شويه، لا لا استنى عشان مش عايز اسامه يتكلم، مش عايز اسامه يتكلم. ماشي، ف مروان عطيه، امام عاشور، الدنيا كلها النهارده لازم يكون انا مؤهل نفسي لسيناريوهات كتير قوي ايمن في المباراه. فباذن الله من المباريات الجايه خلينا يتفرجوا على الماتش ده، وكل لاعب يبص. اكيد احنا لما بنخرج، فاكر انت زمان كنا بنلعب بنبقى خارجين يا مبسوطين، انت بتحس يا مش يعني النهارده كان لازم عليا ان انا كنت يعني ايه انا امام عاشور، يعني ايه انا شوف عبد المنعم وايمن كل اللعيبه اللي موجود، اخرج من الماتش ما اجيبش جوان. كنت بكلم نفسي دايما يعني ايه انا النهارده ضيعت فرصه ان انا يكون ليا وجود واجيب جوان. ارجو ان المباريات الجايه تبقى بهذا المفهوم يعني ان شاء الله. كابتن اسامه، مبروك بنفس نتيجه مباراه الدور الاول، انتهت مباراة الدور الثاني بفوز النادي الاهلي 2-1. يعني احسن ما في المباراة الهدفين والثلاث نقاط اللي انت جبتهم. في ناس حاولت كتير النهارده، وفي ناس واضح انهم بعاد في الاداء، يعني ما كانش ليهم انتاج واضح في المباراة. وحسين الشحات اعتقد الشوط الثاني
كمل زي نهايه الشوط الاولاني، حق وجاب جون وعمل واحده كويسه اللي عبد المنعم عملها براسه بجوار القائم. الاهلي مسيطر ولكن الخطوره مش موجوده بصوره كبيره. طيب خليني اكلمك على نقطه هامه احنا اتكلمنا فيها انا وانت في البدايه، جبهات النادي الاهلي ناحيه إيه؟ اليمين الجبهات ناحيه اليمين وناحيه الشمال في اداء الدور الهجوم. ما انا قلت لك الشوط الاولاني الجبهه اليمين ما كانتش شغاله بتاعت خالد عبد الفتاح وطاير واكرم توفيق، والشوط الثاني استمرت على نفس الحال باستثناء الكره اللي طاير عملها بالعرض لحسين الشحات اللي جه منها الجون الثاني، عملها كويس طاير الكره ديت. لكن بصفه عامه الانتاج بتاع الجبهه دي ما كانش كبير اثناء اللقاء، يعني فيها محدوديه، ممكن يكون عشان بعاد عن الماتشات واحد زي خالد عبد الفتاح. طاهر مفروض انه بيشارك كتير، يعني مش من الناس اللي بتبعد كتير عن الملعب، مش بتبعد يعني حتى لو قعد ماتش ولا بتاع بتلاقي ماتش تاني لعب نص ساعه، الماتش اللي بعده لعب ربع ساعه، يعني رجله في الملعب كتير. فبرضه ما اعرفش النهارده بعيد ليه، لكن ايا كان الجبهه اليمين ما كانتش شغاله كويس، الناحيه الثانيه كانت انشط من الشوط الاولاني وكملت الشوط الثاني. الجبهه اللي كان فيها كريم فؤاد وحسين الشحات وسام ابو علي، يعني على فترات عمل كوره حلوه اللي هي في القائم الشوط الاولاني، الشوط الثاني بعيد قوي. لكن بصفه عامه النادي الاهلي قدر يجيب هدفين وقدر يكسب اللقاء يعني. كابتن عادل مبروك، الشوط الثاني اختلف عن الشوط الاول، يمكن فكر وفلسفه احمد خطاب اتغيرت الشوط الثاني خلاص، بعد ما جه فيه الجول ونزل عايز يعوض فتح الجيم ابتدى يضغط على النادي الاهلي. شفنا شوط شبيه بعض الشيء اللي احنا شفناه من اسبوعين من فاركو. شوف انا يعني انا ليه وجهه نظر في فرقه فاركو، يعني فرقه فاركو بتلعب على، يعني اقولها ازاي، عايز اجيبها صح، يعني بتلعب على مضطر للمباراه او على وتيره المباراه، يعني ما فيش فكره بتتعمل. يعني خليني اكلمك بمنتهى الامانه، يعني الافكار كلها بتيجي الماتشين زي بعض، كل ماتشاتهم زي بعض. فاركو عندهم لعيبه كويسه قوي، عندهم لعيبه ممكن تعمل حاجه كويسه. وايه اللي يمنع؟ حته تكتيكيه شويه، في فرق في الدوري اقل كتير من فرق، ولكن بالحته التحضير وواقعيه المدرب بيوصلهم ان هم يلموا نقاط كتير. يعني يعني زي مثلا اقول لك يعني حاجه زي ايهاب جلال مثلا، ايهاب جلال بيعرف يلم بونتي طارق العشر كان قبل ما يمشي من الاتحاد يعرف يلم يعني. لكن في الاخر الموضوع انا شايف ان فرقه فرق النهارده، يعني الاهلي كان افضل وافضل كتير منه، بس هو الاهلي النهارده اللعيبه يعني عايز اقول ان هم قعدوا كتير يا كابتن ايمن يضيعوا في اهداف، وكنت ممكن تعاقب في الاخر، كنت خايف من دي. انا دائما في الفتره دي من الدوري لازم اللعيبه تعرف ان الهجمه او الفرصه لازم تبقى من ذهب، لازم تخلصها وتفنشها، لانه الايجاد ما بيخليش فيه تركيز كويس، وبالذات في اخر المباريات او في اخر المباراه ممكن يعني في كره، يعني الجون اللي احنا دخل فينا لعبة عادية جدا، هو خطأ من عندنا يعني، حد منعم بتيالب بقى المفترض انه يشيلها واحدة، حب يوقف الكورة خبطت في رجله وتقولت حطها على طول، ولكن في الاخر انت كسبت المباراة. بس في نقطة هنا بقى، يعني خلينا نتكلم، هل الفكرة عند مستر الكرة انه كل ماتش هيلعب بمجموعة؟ انا بتساءل يعني، انا سبت الموضوع انتوا في الاول قلتوا هي وجهات نظر وممكن يكون هو بيفكر فكره. كابتن ايمن انا دايما المدرب انا لا احاسبه قبل المباراه على انا كعادي ماشي. يعني ده وجهه نظري كويس، هي الظروف صعبه وظروف مش طبيعيه، هتشوف تبديلات كتير، هتشوف تغييرات كتير، هتشوف تدوير كتير. هكمل فكرتي، اتفضل كمل فكرتي. هل انا كمدرب بنتمي لاني فكره؟ هل انا غيرت ستة في الملعب مرة واحدة منهم ثلاثة أول مرة يلعبوا؟ أنا قلت فكرة،
اصل معنى كلامك يا كابتن عادل ومعنى برضه كلامك كابتن شريف. لا ما انا هقول لك اصل معنى كلامك ايه. معنى كلامك ان احنا الماتش الجاي اللي هو كمان 3 ايام ممكن تلاقي 4-5 غير اللي لعبوا النهارده. ده فكره. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. ده الفكره اللي هو ممكن بيكون بيتمنى. بس انا اقول لك حاجه. يعني انا اتمنى ان التدوير يبقى في ثلاث خطوط كل خط واحد. بمعنى لما تيجي تدور دور بثلاث لاعبين. هيا يا كابتن ايمن دور بثلاث لاعبين مش بسته مره واحده. سته بتعمل خلل تكتيكي جوه الملعب. سته لعيبه مره واحده فيها صعوبه شويه. اتمنى من مستر كولر انه الفتره القادمه انه يشتغل على ثلاث لعيبه مثلا في كل خط. ايوه في الخط كله، كل خط لاعب 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 عشان ما تتاثرش فنيا وما تتاثرش بدنيا. ولكن فكرته هنشوفها المباراه القادمه. وزي ما قلنا احنا نشوفه الفكره اللي بيعملها هل تنجح ولا ما تنجح. انت نجحت النهارده خدت الثلاث نقاط. مظبوط. لعبت تجاري. في بعض الاوقات. خلينا لا يعني لا خلينا نتكلم ان النادي الاهلي النهارده ما بص احنا اتفقنا على حاجه معينه انتوا قلتوا عليها واتفقتوا عليها. ان ممكن في خلال الفتره دي ما تلاقيش حلاوه في الاداء. بس المهم ثلاث نقاط نتيجه ظروف كتير جدا صعبه جدا جدا بيمر بيها النادي الاهلي النهارده. منها الضغط المستمر للماتشات. ما انا موافق. منها غياب بعض اللاعبين، منها اصابات للاعبين. انا موافقك يا كابتن ايمن، لكن انا بتكلم على ايه؟ انا النهارده في بدايه المباراه انا شفت ثلاث لاعبين بعاد عن الملعب كتير. قلت وجهه نظر المدير الفني. هو وجهه نظره، لكن انا بتكلم فيما بعد. المفترض انه ما يبقاش فيه ستة لعيبة بتتغير مرة واحدة. يعني اتمنى. ليه؟ لانه تغيير الست هتأثر، بتأثر تكتيكيا ويعني وبدنيا كمان. خلي الموضوع يبقى فيه تغييرات على اضيق الحدود. بالذات في المباريات الايه؟ القادمة. أي. لانك عندك مباراة من يعني مباراة قوية جدا. يوم الاثنين ماتش ممكن. في ماتش مظبوط طلع الجيش يوم الاثنين. يعني احنا راحة السبت. حد. الحد راحة ما فيش تدريب. ده احنا كده لحد 17 اغسطس. يعني انت استشفى بس. بالظبط. اللي انت بتجيب الفرقة استشفى، لكن اهو انت لعبت مجموعة لعيبة النهاردة، نستغل بقى اللعيبة الأخرى، يعني أنا متأكد تماما إن هاني هيبدأ الماتش الجاي. طب ناخد تماما. ناخد وجهة نظر كابتن بلال. لا مبروك الاول فوز غالي للنادي الاهلي. وزي ما قالوا الكباتن هو احنا بنتكلم دلوقتي على الثلاث نقاط. قد يختلف الاداء من شوط لشوط من وقت لوقت، ولكن يهمنا في الوقت الحالي المكسب. شوف مبروك طبعا للنادي الاهلي المكسب. ثلاث نقاط مهمين وكل ثلاث نقط بتدي شك للمنافس، يعني خلي المنافس عنده شكوك. يعني انت النهارده انت المباراه رقم 7 النهارده جاله ماس التاسع على الثواب النهارده بعد ما انت كسبت جاله ماس كهرباء. هنتكلم على الاحداث اللي حصلت هناك بس خلينا في الماتش الاهلي دلوقتي. فانت التيم اللي بينافسك لما بتكسب بيحصل له شكوك. تمام. لان النهارده خد بالك كابتن ايمن زي ما انت مضغوط هو كمان بيتضغط. هو كمان كل مباراه انت بتكسبها كل ما بيحس ان انت لا فروقات بتقرب. هي بس المشكله في القصه انك بتلعب وهو بيلعب. مظبوط. تمام. وهتيجي وقت هتلعب انت ماتشين ويلعب ماتش ماتشين وماتش. مظبوط. تمام قصدي. فهتبقى انت عندك احمال بدنيه زياده عليك. تمام. بترهقك زي ما شفنا النهارده في المباراه. يعني احنا الاهلي مستريح اسبوع، لكن مش معنى ان انت خدت راحه اسبوع ده معناه ان انت يعني خلاص هيبقى هتعيد هتعمل الريكفري المطلوب بالنسبه لك. لا يعني. انت جاي من 10 ماتشات ورا بعض متتاليه وبتريح اسبوع هتكمل. طبعا خد بالك هو في اوروبا بيلعبوا اسبوع والفرق الكبيره بتلعب مثلا ماتش الاربع وبعد كده يغيب اسبوعين ثلاثه ويلعب ماتش الاربع ثاني فاهم؟ وما بيلعبش كميه اللعبه اللي انت بتلعبها دي بشكل مستمر. لكن انا مش هتكلم على فكره ان الاداء سيء والنتيجه كويسه او العكس يعني. تمام. لا انا هتكلم على فكره ايه. هل الاداء يوصلني لمكسب؟ مش بتكلم على فكره تكسب ولا تلعب او تكسب ازاي او القصص اللي هي ايه دي. انا لاني ما عنديش قناعات بيها الحقيقه. انا قناعاتي
الاداء يكسبني ولا لا؟ خد بالك، ممكن الاداء ما يكونش الاجمل والافظع والاحلى والاروق واللي انت عايزه، لكن هل الاداء يكسبني؟ هي الخوف من 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 التعادل او الخساره ايه؟ ان ادائي في الملعب يبقى مؤشر ان انا ممكن اتعادل او اخسر، تمام؟ مؤشر، فاهم قصدي؟ مش فكره ان انا بلعب وحش وبكسب، تمام؟ بلعب وحش على اني مستوى، هل الفرقه اللي قدامي كانت افضل مني؟ دي رقم واحد. هل هم اتيحت لهم فرص احسن مني؟ دي رقم اثنين. هل هم الاستحواذ بتاعهم كان افضل مني؟ دي رقم ثلاث. هل المحاولات على المرمى بالنسبه له كانت اكتر مني، تمام؟ وكانت يعني في اطار المرمى يعني، تمام؟ طب ولو الاجابه بلا، يبقى انت النهارده ماشي بالشكل الجيد بالنسبه لك حتى ولو الاداء سيء، فاهم قصدي؟ ده اللي انا عايز اقوله يا كابتن، ده الفرق ما بين انا بكسب ازاي، تمام؟ عشان بس ما يبقاش في اختلاط، الاهلي وحش بس بيكسب، لا لا، بس الاهلي وحش ازاي؟ لا لما انا هقول لك حاجه بس في النقطه دي، عشان انت بتقولها برضو بارقام دلوقتي، ان انت ادائك مش هو اللي احنا متوقعينه ولا ادائك افضل من الفرقه الثانيه؟ لا انا لا، ادائك افضل من الفرقه الثانيه، بس انا بتكلم في كده. ايوه بالظبط، ما انا بقول لك عشان ما يحصلش اختلاط. أيوة. بس ان انا سيء كالعادي بتاعي، مش انا مش ده العادي بتاعي، يعني تك 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 تك، فاهم قصدي؟ والسرعات وال مش موجود الكلام ده. لكن طيب كومبير بالمنافس بتاعك، تمام؟ انت الافضل، انت الافضل. ده اللي انا عايز اوصله في النهايه. مظبوط. ان انت لما تبقى انت افضل من المنافس في كل حاجه ويبقى ادائك سيء عن المعتاد بتاعك، لا انت ماشي كويس. يعني الاداء ده يكسبني، يكسبني النهارده، تمام؟ يعني النهارده ممكن اكسب 3 4، اكسب 3 4 النهارده مستريح. اذا اداء الاهلي سيء كالعادي بتاع الاهلي، ولكن اداءه يكسبني. وده اللي انا عايزه يعني، او ده اللي انا بعول عليه، فاهم قصدي يا كابتن؟ انما امتى؟ لا، لما يكون النهارده فاركو راح بخمس ست كور خطر جدا، وجابوا واحده وما جابوش اربعه، وانا طلعت كسبان 2-1 بنالتي، تمام؟ وهم ماسكين الكوره ومضغطين ومستحوذين وبتاع، سر المباراه نفسه. فاقول كده في خطر. ما ينفعش تقول لي ايه اصل انا كسبت، لا، هيبقى في مؤشر خطر اللي جاي ستيب 2، تمام؟ هتبقى مش احسن حاجه، نيكست ستيب يعني هتبقى مش احسن حاجه بالنسبه لي. فانا النهارده لا، انا النهارده لما انا بحلل، تمام، وبشوف الاداء بتاعي، انا بقارنه بالفرقه اللي قدامي، مش بقارنه بامكانيات وقدرات الاهلي. انا لو هلاعب ريال مدريد او هلاعب فرقه يعني فرقه كبيره، اكيد مستواي هيعلى اكتر من كده بكتير. طب ما بلاعب فرقه اقل مستواي هينزل، بس في وسطيه. ايه الوسطيه اللي انا محافظ عليها؟ تفوقك، ان انا دايما انا المتفوق، فاهم قصدي؟ ما ينفعش لما توصل لمرحله المنافس يبقى متفوق عليا، يبقى هنا في يعني يبقى في كده اليرت، فاهم قصدي؟ يبقى لازم كده في انذار كده للاهلي، لا الاداء ما يكسبش، مش فاهم قصدي يا كابتن؟ هو ده اللي انا اقصده ما بين الاداء اللي بيكسب والاداء الوحش اللي عنده، لازم نقف. فالاهلي بهذا المستوى، تمام، اللي مش عاجبنا، بس هو الافضل في كل حاجه النهارده في الماتش. كويس، يعني الاداء ده يكسبني المباراه. انا ما انا احمد بلال ما قلقش من مباراه زي كده، طالما انت الاداء افضل بالنسبه من الفرقه الثانيه، والمحاولات اعلى، والقدرات بتاعتك واضحه في الملعب بشكل كبير جدا. صحيح. بص انا ما قلقش، ولكن الكره ما لهاش كبير. انت ممكن تكون افضل من الفريق اللي قدامك، بس يخطفك في كوره، يعني طول ما المسافه بينك قريبه، وانت الفرق مش عالي قوي، مش كبير قوي، حتى في النتيجه بنتكلم مثلا 1-0 2-1 والنتيجه قريبه، ممكن كره عشوائيه تخش جول. هناك دايما اسباب، كويس، ورا الاداء. ما احنا متفقين. هل هو التشكيل اللي انت بتبتدي بيه المباراه؟ هل هو التدوير اللي انت في كل ماتش بتطلع 3 4 لعيبه وبتنزل 5 لعيبه وبتغير في الهارموني بتاع التعامل بتاع اللعيبه الاساسيين اللي عندك بيتعاملوا؟ يعني انا النهارده لو بلعب بالشحات وامام عاشور وبمنعم وربيعه، كويس، فتلاقي دايما ايه السنتر فيرود متغير، ها، ناحيه اليمين متغير، الباك رايت متغير، واخد بالك انت؟ ايوه. ففي حاجات في الاداء ليها اسباب. عنصر المستويات اللي هي بتلعب انت بيها، هل بتوفر لك فرقه زي النادي الاهلي دي المفروض ورا كل هجمه بتطلعها يكون هدف؟ يعني انا في النادي الاهلي في التنظيم والهجوم، ولما بنقعد نتكلم ونحاول نقول الاطراف والتحركات وكده،
فريق زي النادي الاهلي ده دايما لما بيبتدي الهجمه والتحضير انا بحس ان الجول جاي. وده على حد ما قال بلال ان انا مقوماتي انا في الاداء بتوفر لي السيطره اللي هي انا اطلع بيها في اي مباراه كسبان. كسبان فانت متوجس من الميس باص اللي انا بعمله عليا. ما هو في اسباب يا ايمن اللي يخليك انت وانت قاعد بتتفرج تقلق لما ينزل محمد هاني يلعب في نص الملعب وانت عندك محمد قفشه راجل تيمبو وايقاع في نص الملعب، مش هيغلط الغلطه اللي محمد هاني نزلنا في نص راح عاملها مرجعها بقت هجمه عليا كاونتر اتاك رايحه جول 3-2 كنت لغايه ما حصل حاله تعويضيه من اكرم ومن الناس والدنيا كلها رجعت تساعد. ففي اسباب كتير جدا بيخلي لك شكل المباراه او شكل الاداء. انا في حد ذاتي وضع كل لاعب في مكانه، ما تتوسمش مني انا كمدير فني من اداء معين من لعيبه معينه التوب في الاداء في الفتره دي. ما تتوسمش مني ان انا اقعد زي ما احنا قلنا كلنا خد عبد الفتاح النهارده تحت المنظار، كم كره لمسها صح، كم كره جريها، كم كره حاول، الفيتيكال فيتنس بتاعه هيجي له ريكورد بتاعه من الراجل بتاع الاداء، اتعامل ازاي مع الدنيا كلها، ايه علاقته باكرم وايه علاقته بطاهر، تلاقي طاهر عامل ايه. بس انت خد بالك ثانيه واحده بس يا بلال في اخر حته تلاقي طاهر عمل ايه في خالد عبد الفتاح، خلص قفل عليه وخلص عليه وهو مش موجود كمان. يعني فكر طاهر اللي انا عايز اقول لك وتحضيره للمباراه خارج الوجود، يعني طاهر من اللعيبه اللي هو حاسس ان انا ستاندنج على طول اساسي. طول عمري بلعب بره النادي الاهلي اساسي، اجي في النادي الاهلي بسمعتي بشكل اساسي، اديت مواسم جيده، اديت احيانا مباريات جيده، فبيبقى في لعيب كونفيدنس من نفسه جوه كده يحس ان هو من الناس اللي هي يعني لازم وانت بتقول فرقه يكون هو جوه هو الاساسي. وكمان لما يقعد يتفرج على اللاعب اللي لعب قبليه يحس انه ما عملش حاجه خالص، هو انا ما بلعبش ليه؟ وبعدين يتفرج على بتاعه هو ما نزلش الماتش اللي فبتبقى في حاجات نفسيه بتتعامل فيها انت مع اللعيبه. وكلنا عارفين الكلام ده على فكره، انا كلعيبه انا كنت ببقى قاعد ما بلعبش وبيلعب حد اقل مني او اي حاجه وبرده ما بيعملش اي حاجه خالص، وانزل انا اخلص الحكايه. هو بلال الماتش الجاي بقى انا اللي مخلص الماتش اللي فات وانا اللي ما فيش، هو انا الماتش الجاي ستاندنج ولا مش ستاندنج؟ هو انا هلعب اساسي ايمن ولا انت فهمتني؟ ولكن ككوتش بقى بيجي زي الجوهري مثلا اللي احنا اتعاملنا معاه يجي يعمل لك ازاي؟ شريف عبد المنعم عمل حادثه ورجع ولعب كوره تاني ده فيري جود، ولكن شريف انا عايز منه ايه؟ دي لغه الكوتش مع نفسه، انا عايز منه 30 دقيقه 40 دقيقه هو يعرف يخلص لي الحكايه دي. شريف عبد المنعم مش مقتنع، شريف عبد المنعم ده نمبر 1 كان ودي مكاني ودي حياتي وده انا لازم ويحصل صراع نفسي بيني وبين الراجل الكوتش اللي قاعد على الخط، انا بديك حقايق يعني، فتحصل انفصام بيني وبينه، تحصل لدرجه كنت بروح اقول له ايه؟ هو انت عايز مني ايه؟ ما انا بعمل لك 1 2 3 4. هو عشان يوصل لي اللغه هو مش فاضي، هو عنده 30 لعيب كمان ايامنا احنا كنا بنلعب، عنده ايمن شوقي وعنده طاهر ابو زيد وعنده مش عارف مين وعنده. ففكر المدرب يا جماعه غير فكر اللاعب، اللاعب دايما بيبقى عايز يحط نفسه في الصوره الامثل ولكن لم يجهز نفسه لهذه الصوره. احنا كنا زمان ما بنقعد محتاجين 10 دقايق بس، محتاجين 45 دقيقه اولى بنحارب على اسمنا وعن فانيلتنا وعن شيء، بس كان عندك القدرات للمحاربه. الوضع الاساسي يا بلال كان عندك انت ايام يا بلال ايام مانويل جوزيه قابلت حرب، ولكن البيزك بتاعك ايه؟ عندك بتنزل تك جول بتدي الحته بتاعتك. خد بالك كابتن، انت عارف المشكله في ايه؟ مشكله دلوقتي، زمان كان وضع مختلف شويه، عارف ليه؟ زمان كنت بتلعب كام فرقه في الدوري العام؟ 14 فرقه كابتن تقريبا 14 فرقه، وافريقيا كان ماتش رايح جاي يعني 16 ماتشين وال8 ماتشين وال والله كان في 12 فرقه يعني ماشي انت 12 انا حضرت ال 14 احنا لعبنا 12 فرقه من اول ماشي يا كابتن. فعدد الماتشات اللي بتلعبها قليل، فلما تغيب بتغيب فاهم، وكنا نلعب كل اسبوع ماتش النهارده طبعا بقول لك لما بتغيب بتغيب، لكن النهارده الوضع مختلف. النهارده انت بتلعب سبت واثنين، لا بتلعب النهارده جمعه واثنين وجمعه وثلاث وسبت وتخلص الدوري وتلعب في افريقيا خالص فرقه تلعب كاس مصر كاس الرابطه. نستاذنكم بس نروح فاصل، بس احنا عايزين نرجع للنقطه الحلوه. ماشي هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا.
مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال معلش المقاطعه، ممكن نكمل كلام؟ فكرني بس كابتن. هقول لك انا كابتن شريف، كنا بنتكلم في اللعيبه اللي هي بتبقى اسلوب الستايل اللعيبه اللي بتلعب اذا كان بره في التدوير والكلام ده، وحيثيات والانسجام والتفاهم بينهم وبين بعض. لا، زي المدرب، علاقه المدرب باللعيبه وازاي يجهزهم نفسيا في كل مباراه، وهل هم على نفس الموجه بتاعه المدرب هو عايز ايه، ولا هو في حته والناس قاعده الثانيه مستنيه الاوردر انا موجود ولا مش موجود. بس خد بالك كابتن، دي نقطه مهمه جدا، لان خد بالك يعني هي المنظومه واحده وكل حاجه، لكن كل واحد بيفكر في مكانه، البوزيشن بتاعه. انا كلاعب عايز العب النهارده، تمام؟ وانا يعني قبل الفاصل كنت بقول لك ايه، زمان كان الوضع مختلف، 12 فرقه بتلعب 20 ماتش في السنه، 25 ماتش في السنه بالكتير، تمام؟ ماشي، يعني لو مع شويه مع افريقيا ماتشين ثلاثه كاس مصر، فالامور بتتلم في 30 ماتش كويس، تمام؟ النهارده الوضع مختلف. يعني انا النهارده لما كنت او انا وانت وكباتن اللي ما كانش بيلعب مثلا اساسي، كان ممكن يقعد له 3 4 اشهر ما يلعبش اساسي، فاهم؟ لمجرد ان مثلا اللعيب اللي بيلعب عليه يتوفق في ماتشين ثلاثه، ماتشين ثلاثه دول يجروا مثلا شهر ونص. مزبوط. انما النهارده الامور بقت مختلفه شويه. النهارده انت بتلعب جمعه واثنين وسبت وثلاثه وجمعه، فوق ال 50 مباراه الدوري العام وكذا، 18 فرقه، فبتلعب 34 ماتش. كاس مصر انت بتتكلم في كام ماتش حاليا؟ احنا حسبناها فوق سبع ماتشات فوق ال 50 ماتش، سبع ماتشات. بطوله افريقيا عندك ست ماتشات في الـ في الـ في, الـ في الجروب ستيج، وعندك اثنين او اربعه قبليهم، اثنين قبليهم، واثنين واثنين واثنين، صح كده؟ يعني بتتكلم في حوالي 55 غير السوبر والحاجات دي، بيبقوا 58 مباراه. عندك كاس الرابطه، عندك بطوله كاس العالم للانديه، عندك السوبر الافريقي او الدوري الافريقي الجديد، فانت النهارده بتتكلم ان اي لعيب في الوقت الحالي لا يقدر يلعب ويقدر يلعب مستريح كويس. فالنظره لازم تتغير، كمان الثقافه عند اللعيب نفسه لازم تتغير. ما ينفعش تبقى دي الثقافه بتاعت زمان. انا زمان كنت بحارب وبقاتل، يعني انا بلعب راس حربه. كم واحد بيلعب راس كم واحد في الفرقه؟ ستة سبعة. ليه؟ اثنين اساسيين وفي خمسة احتياطي. انت اثنين اساسيين وفي ثلاثة احتياطي، ثلاثة راسات حربة احتياطي. وجامدين. خد بالك. كمان ايه؟ ده في الاندية الكبيرة. فتيجي تلاقي مثلا اللعيب اللي بيلعب ليفت باك او رايت باك في الانديه الكبيره، تيجي تلاقي لعيب بيلعب وممكن ما يكونش هو موجود في ال 16. النهارده لا، موجود في ال 20 لعيب او في ال 18 لعيب. فالامور اصبحت مختلفه يا كابتن عادل، الوضع غير الوضع زمان. النهارده كل لعيب هيجي له فرصه ويلعب، ويا اما يا اما لا، يا اما ان يا اما اوت، فاهم؟ والمدير الفني بقى بسهوله جدا يقدر يحكم على اللعيبه، يعني عكس زمان انا ممكن ادي فرصه لايمن شوقي ربع ساعه، تمام؟ ما يدينيش فيها المردود، فاديله فرصه تاني بعد شهرين ثلاثه، لكن النهارده لا، ممكن ادي فرصه واحده واثنين وثلاثه واربعه وعشره لايمن شوقي كلاعب بينزل يلعب ال 30 دقيقه اللي بيتكلم عليهم دول، او للكابتن شريف بيتكلم عليهم. ماشي، انا هسال الكابتن اسامه في حاجه معينه. نفترض زي ما بيقول الكابتن بلال والكابتن شريف والكابتن عادل كده، انت اديت فرصه كمدير فني لبعض اللعيبه النهارده، بس ما قدمتش المردود اللي انت كنت متوقعه منهم. يجي الماتش اللي جاي، هل هتديهم ولا هتبعدهم؟ حسب قناعاتي باللعيب ده. اصل في واحد انا ببقى مقتنع بيه تماما وعارف انه لعيب كويس ومستني له الفرصه، سواء شايفه في التدريبات، سواء انا عارف ان هو لعيب كويس بس اللي بيلعب في مكانه كويس. وفي لعيب يعني بديله ايه، مش هقول من باب ان انا بجامله، لا، بس يعني انا مش القناعه قوي، بس مثلا حسيت انه بيتمرن كويس فبديله. ده لعب وحش مره ثانيه ممكن ما ادلوش، لكن في واحد ممكن انا احساسي بيه ان هو لعيب كويس، اديته مره ما وفقش، اديته مره ما وفقش، ممكن بساعده مرتين ثلاثه على اساس ان انا احساسي من جوايا ان هيجي منه ان ده لعيب كويس. هو انت جوه الملعب ممكن بعض المراكز لبعض اللعيبه جوه الملعب تصبر عليها شويه؟ طبعا في مراكز ممكن اصبر عليها، سواء للاساسي او اللي هغيره. اللعيب الاساسي اللي هو بيلعب لي عدد ماتشات كبير ولعيب مهم، عنده رصيد يعني، عنده رصيد، ممكن جدا يبقى وحش ماتش واثنين وادي له تصبر عليه وتديله. طبعا، لانه ده الاساسي بتاعه، الاساسي. وعندي انما لو بعيد عن الملعب بقاله فتره كاصابه، ما هو الوضع الطبيعي ان هو بعيد بقاله فتره. ما انا بقول لك ماتش واحد لا، ممكن اديله فرصه ثانيه، لكن لو كررها ماتش ماتشين وهو مش الاساسي، ممكن استنى عليه، ما اصبرش يعني ما اصبرش عليه.
هو السؤال الاساسي هو السؤال هنا كده. ايوه الانديه المدرب بتاع النادي لما بيجي عنده وجهه نظر بطريقه لعبه فبيختار على اساسها اللاعبين، تمام؟ بعد ما يختار على اساسها اللاعبين يشوف اللاعب اللي بيلبي له وظايف الاماكن في خطته في طريقه لعبه. لا ما انت عندك اكتر من لاعب يا كابتن عادل. لا انا بتكلم هو بيحدد الاول يا كابتن ايمن امكانيات، يعني 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 اكرم توفيق، تعال نتكلم بمنتهى الوضوح، اكرم توفيق كلاعب في وسط الملعب يعني في تمرس نص الملعب ديانج اعلى كتير، ديانج اعلى منه في الفتره دي كتير، وديانج من افضل اللعيبه اللي جم في تاريخ او في ال 15 سنه المحترفين في لمصر ومش للنادي الاهلي. ديانج اقول لك حاجه، ديانج كمان ممكن يكون اعلى من الدوري المصري، يلعب في دوري اقوى من كده كتير، لكن وجهه نظر كولر ان اللي بيطبق له اكرم، فهو اللي بيلعب اكرم وجهه نظره، انت فاهمني؟ لا واكرم لما بينزل الملعب بيأدي بكل رجوله بكل حماس، بيأدي اللي الراجل عايزه. بص يا كابتن انا بكلمك على امكانيات ماشي، ديانج العاليه قوي، ديانج لعيب امكانياته عاليه في كره القدم، كل عناصر اللعب عنده. رغم هذا احنا بنيجي اكرم مستر كولر مقتنع اكتر بيديله اكتر من مين؟ من ديانج. يبقى هنا ديانج، هنا اكرم توفيق مقتنع بيه مستر كولر في المكان ده في الفتره دي في الوقت ده، ممكن ما تعرفش الوقت القادم ممكن يكون ديانج اللي هيبقى، لكن انا اللي شفته في الفتره اللي فاتت اقتناع بطريقه لعب كولر باكرم اكتر مثلا من ديانج. حاجه تانية مهمه عايز اقولها لك، كريم فؤاد. كريم فؤاد من احسن الجواكر اللي بتلعب في الوقت الحالي في النادي الاهلي. كويس. ده لصالح مين؟ ده لصالح للفرقه. للفرقه طبعا. ده من اهم اللاعبين، انت عارف ان كريم فؤاد يبقى اهم من لاعب اساسي 100%، يعني هو ازيد من اللعيب الاساسي. ليه؟ لان هو اللي بيحلله المشكله، يعني علي معلول حصل مشكله بس ساعات وده. ساعات اللعيب الجوكر بيتظلم يا كابتن. انا عارف، انت فاهم قصدي؟ انا فاهم طبعا. لا هو مش بيتظلم، هو مش بيتظلم، هو عارف اللي بيحصل بالظبط، هو بيفيد الفرق اكتر من نفسه، بمعنى انك هي دي ما هي دي بالنسبه للهلال هي ظلم بالظبط. بس هو في كره القدم لا هو بيتحاسب، يعني هو بيلعب في مكان عادل علي معلول، فبيعملوا كومبريزون بين الاثنين. هل هو بيأدي زي علي معلول؟ هو ده الظلم اللي لا يا كابتن. لا والله انا اقول لك حاجه، اقول لك هو ده الظلم ماشي. لا انا اقول لك حاجه، عارف دي بيبقى عنده مبرر اللعيب الجوكر، انه اداؤه انت ما بتطلبش منه الكمال في الاداء، لانك انت بتيجي مثلا اديله العذر. اديله العذر، يعني انا لو علي معلول بيعمل الكروس، لو علي معلول بيعمل الكروس واخطا فيه علي معلول، انا اقول ازاي علي تخطا فيها؟ ايوه هو بيعمل كروس بشماله. أيوه. لكن لما كريم فؤاد يعملها بشماله مش عدلته وما جاتش، اقول له كويس لما يعملها كويس، حاولت وحاولت، ولكن انت ولكن مفيد زي ما بنتكلم. مظبوط. من اهم اللاعبين جوه الفرقه. فانا من وجهه نظر المدرب بيبقى عنده فعلا زي ما الكابتن اسامه قال صف اول واحتياطي وناس بيأديله في اوقات اللي هو بيبقى فيه الطوارئ. انت فاهمني؟ ايوه. وضيف مع كل الدنيا يا كابتن ايمن وكل الناس بتشتغل عليه على فكره. طبعا لازم يبقى في لعيبه اساسيين ولاعيبه بس بس طبيعي. بس الجوكر يا كابتن بيتظلم، هقول لك ليه؟ لاهم سبب. عارف ايه اهم سبب؟ انا هقول لك. عارف ليه اهم سبب؟ لان وانس ان اللعيب جه رجع يلعب على طول. بس انا عايز اقول لك حاجه، انت فاهم قصدي؟ اهم واحد للمدرب. لا أهم، لا لا اهم واحد على دكه البدلاء. لا بص يا بلال، على دكه البدلاء يا كابتن. بص يا كابتن على دكه البدلاء. بص يا عادل، بص يا كابتن بلال على الاطلاق. لا هقول لك، بس هقول لك ليه، هقول لك على المرحله دي. اتفضل يا كابتن. اولا كل فرقه لازم لو عندك 25 لعيب على الاقل سته فيهم مثلا يكونوا بيلعبوا في اكتر من مركز. يعني ما ينفعش فرقة بتكون بتلعب دوري، بتلعب كاس عالم، بتلعب لا حتى لو رحت كاس عالم
لازم يكون عندك خمسه سته عندهم مرونه ان يلعبوا في اكتر من مكان. أيوة. لانك انت ساعات لما بتروح حتى في كاس عالم مثلا بيقول لك عايز 22 لاعب فقط او 23 لاعب مثلا اولمبيات او كذا، عندك منهم ثلاث اجوان يبقى عندك 20 لعيب. لو عندك كل مكان بالظبط، ده بيلعب راس حربه بس وما عارفش يلعب حاجه تاني، ده بيلعب مثلا قلب دفاع بس وما لعبش حاجه تاني، لازم يكون ثلاث اربع لعيبه عندهم خمسه عندهم ان يقدروا يلعب مثلا قلب دفاع ونص ملعب، يقدر يلعب راس حربه وجناح، يقدر يلعب باك انت هقول لك. طب ثانيه بس، لا لا مش بيلعب ثلاث اربع اماكن ماشي، لا مش كل اللعيبه اللي في الملعب ما عدا اماكن معينه. ماشي بس خلينا نكمل. لازم يلعب لان طب اكمل دي. طب اتفضل كمل. فلازم يكون عندك دي. هي الفكره بتاعت بلال في ايه اللي يتظلم؟ لو انت ادائك متوسط في كل الاماكن هي دي اللي هتتظلم. بمعنى ايه؟ ان انا متوسط هنا ومتوسط هنا ومتوسط هنا، فلما يجي الاساسي هيلعب خلاص. لكن انا ممكن اكون متفوق في مكان، انا متفوق مثلا في الباك رايت، انا متفوق في راس الحرب، انا متفوق في خلاص، وجه في ماتش مثلا باك الشمال غاب، فهو بيجيبك مثلا من النص الملعب بيوديك باك شمال، وانس ان راجع الراجل الباك الشمال انت هترجع برضو مكانك الاساسي اللي انت متميز بالزبط. فيه بالظبط. انا مش بس عايز اقولها على نفسي عشان انا كانت بتحصل، كنت تلعب اماكن كتير، انا كنت بلعب اماكن كتير بس معروف ان انا بلعب هاف شمال اساسي. لكن في ساعات كان يجي مثلا واحد يغيب باك رايت باك يمين، يقول مثلا كابتن جوري مثلا يقول لي العب باك ليفت، فلان يقول لي مثلا ممكن تلعب باك رايت، ساعات لعبت جناح، لكن ليا مكاني الاساسي كهاف في الشمال في الفرقه بس مش لكن اللي انت هتبقى ربع هنا وربع هنا وربع هنا هي دي بقى اللي بلاد بتقول عليها الظل. بس خليني بس اكمل لك بقى الفكره بتاعتي. هو دلوقتي في العالم كله اللاعبين لازم انت بتلعب مش في مكان، هو سمة الكره اختلفت عن زمان. الاماكن زمان كان في مساحات، كره القدم فيها مساحات، فالباك ليفت بيلعب باك ليفت والباك رايت بيلعب باك رايت عشان ياخد ال 100 متر، طريقه اللعب كده. لكن دلوقتي كل الفرق بتلعب في حدود حته قد كده. هو انا دلوقتي الباك ليفت لما يدخل يغطي حته السرد باك، ما هو بيبقى سرد باك ماشي، ولما بيروح زي ارنولد وزي لما كانوا بيروحوا الكورنر، لما بيجي عليهم كورنر كانوا بيحصل ايه؟ هم كانوا بيختلفوا بيجوا، انت بيفضل يلعب ارنولد يلعب باك ليفت حوالي مثلا دقيقتين ثلاثه عقبال لما يرجع مكانه، ولما بيروح نص الملعب اي لعيب بيبقى نص ملعب. فانت سمه العصر وكره القدم الحديثه اللي هي فيها سرعات واللي هي فيها الحاجات دي لازم تكون بتلعب كذا مركز. وحاجه تانية مهمه، لازم يكون السمات والصفات بتاعتك. اما الجوكر اللي بتتكلم عليها كابتن اسامه اللي هو ما بيبقى مظلوم، ده اصلا طالما بقى جوكر يبقى مش متفوق. أي بس في حاجه كابتن عادل معلش، في حاجه لا عايز اتكلم فيها في الحته دي. هو ممكن يؤدي الدور اللي انت بتقول عليه دوت دقيقتين ثلاثه، دقيقه ولا دقيقتين بسبب ظروف معينه في المباراه، انما ما يقدرش يلعب طول المباراه فيها. يعني مثلا هناخد مثال عندنا علي معلول. هو علي معلول مميز وظهير ايسر تمام، ممكن الظروف لحظه، ممكن الظروف في وضع معين وهو مثلا بيرفع كورنر من الناحيه العكسيه كويس، الكره تتقطع هيقف في الحته دي شويه يرجع دقيقه دقيقتين صح، انما مش هيقدر يكمل الماتش كله كده. انا لا بس ما يقدرش. انا موافقك يا كابتن، بس انا بتكلم على طرق اللعب في الوقت الحالي. طرق اللعب في الوقت الحالي يا كابتن ما بيخلكش حته المراكز اللي انت بتتكلم عليها ما بتبقاش واضحه، ما بتبقاش باينه. انت نفوذ ما بينك وما بين لعيبه، انت بتلعب في وسط الملعب في حته قد كده. يعني دلوقتي الكره في العالم كله، يعني انت اول حاجه بتعملها ايه؟ انك انت بتاخد الكره وبتستحوذ عليها. ايوه. اعظم مدربين في الوقت الحالي فكرتهم في الكوره انك يستحوذ، زي جارديولا مثلا بيستحوذ الاول وبعدين بيقطع من المكان اللي بتتقطع منها الكره. هو عنده فكره مهمه جدا، هو بيجيب اللعيبه تناسب الطريقه اللعب دي. فانت لو عندك مجموعه من اللاعبين تناسب الفتره، عشان كده في كل انديه كبيره يقول لك ده مشروع
وليس ما كل ما تجيب مدرب سنه واحده ويمشي ده بتبص تلاقيه بيلعب بالطريقه اللي انت بتتكلم عليها. لكن لما انا ببقى مشروع، انا السنه دي مثلا عجبني اتنين تلاته لعيبه ماشيين كويس، وفي ثلاثة لعيبة قالوا شوية، الطبيعي ان الثلاثة اللي قالوا أو اللي هم ما ادونيش طموحاتي معايا أنا كمشروع همشيهم وأجيب ثلاثة آخرين غيرهم. يعني يعني ماشي. اللي أنا بقى اللي أنا كنت بتكلم فيه على ديانج، ليه أنا جبت مثال ديانج كده؟ بس خد بالك كابتن، في اكسبشن في بس في المدربين، حتة الاستحواذ والكلام ده مش كل المدربين في العالم. لا أنا بتكلم على افضل مدرب في الوقت الحالي. لا احنا لو اتكلمنا في مدرب في وسط 1000 فرقه افضل، لا انا بتكلم على افضل مدرب راح اكتر من مكان طبع المكان بفكره. حلو. اللي هو اللي الباير يروح الباير يلعب مع الباير بالاستحواذ اللي عمله في الباير. ها بس مغير، بس ما خدش بايرن حاجه يا كابتن. ليه اخد بيهم دوري بس؟ طيب انا بس هو بس انا عايز اغيرهم تماما، لعبوا كوره حلوه بس خد بالك، لا خد اكثر من بطوله معاهم. الموضوع ده برضه صعب، خد بالك صعب تحقيقه. ليه؟ انا النهارده اولا انت بتكلف النادي امكانيات غير عاديه عشان تجيب الكواليتي اللي انت عايزها، عشان الكواليتي اللي انت بتجيبها بتكلف النادي يعني بادجت كبيره جدا. لا العين، ما انا جاي لك في الكلام ده، انا جاي لك ماشي اوكي، ما هو العين وكل مهم انا معاك، بس العين دي ما بتحط يعني انت بتحط كده سبوت على لعيب، اكيد اللعيب ده هيبقى بارقام وبارقام كبيره جدا، دي رقم واحد. ما هو فانت بتكلف النادي ارقام كبيره. رقم اتنين خد بالك، مش كل الفرق ينفع تلعب معاها بنفس الطريقه برضه. انا بتكلم عن الا اذا الا أنا اذا غيرت على الفرق. انا بكلمك اهو، انت ما فهمتش. انا بتكلم على المدرب، انا بتكلم على المدرب والله، بتكلم على مدرب واحد. بتكلم على جوارديولا ماشي، بس ماشي بتكلم على جوارديولا، هو بيروح يخلق المناخ صح، ويخلق الفرقه صح، ويعني بمعنى ان هو يروح يشتري لاعبين على طريقه لعبه. بيعرف يشتري كويس، عينه كويس. طب انا اقول لك حاجه، انا لما جيت اتكلمت على ديانج انا بقصد بديانج ايه؟ انا ديانج ده مشروع كبير، لعيب كبير يعني، ما انا بحبه وكلنا اكيد بنحبه لانه عنده طبعا مميزات، عنده مميزات اللاعب الحديث القوي يعني اللي هو في كل عناصر اللعبه. يعني انا حتى ديانج مثلا بقول ايه، بس هي مشكله ديانج في حاجه صغيره كابتن. وجهه نظري انا يعني ديانج عشان يلعب في الملعب مش هينفع تلعب جنبه واحد تاني، فاهم قصدي؟ يعني مش تلعب جنبه ميدفيلدر تاني لان هو متوهج في الملعب. فاهم قصدك يا كابتن؟ يعني ايه ما بيثبتش في مكان، هو دايما قدامه يتحرك على بالعرض يمين وبالعرض شمال وعايز يبطل. انا لاعب جنب واحد النهارده، اتنين كانوا بيلعبوا مين يا بلال؟ النهارده اكرم مروان ومروان يا كابتن، اكرم مروان واكرم اه الاثنين ديفندرا اه الاثنين واحد. ايوه يا كابتن، ما انا بقول لك افكار مدير فني، انا بقول لك الاثنين واحد. هو عارف اقصد الكابتن عادل ايه؟ انا عارف اقصد الكابتن عادل ايه؟ قصد كابتن عادل ان انت ممكن تستغنى عن يعني الاثنين بيقوموا بدور لعيب واحد تمام. لعب. اه بس خد بالك بالنسبه للمدير الفني، خد ما هو هي بتختلف على حسب الفيلوسفي بتاعت المدير الفني يا كابتن. يعني ايه؟ انا اثق ان انا لاعب ميد فيلدر واحد حتى لو كان واحد زي ديانج، ولا انا فكري بيقول انا فكري شويه عندي تحفظ؟ هو مستر كولر طبيعته راجل متحفظ. تمام، هو ده على فكره مش حاجه وحشه، بس هو كابتن اسامه طبيعته راجل اولا بيغير في الدقيقه 80 5 76 77 78 لحد ما يعني يجيب اخر المباراه. فاهم قصدي؟ اه بكلمك جد، خد بالك تغييراته محسوبه، مش ما بيغيرش وخلاص، ما فيهاش مجازفه. يعني هو راجل مش مجازف حتى في التشكيل الاساسي يا كابتن اسامه، هو مش مجازف. فبالتالي عشان تقنع ده نمط يا بلال، يا بلال بس انا عايز اقول حاجه في النهاية. لازم نعرف مهما انت كنت كفء كمدرب، اي مدرب، واحنا كلنا عدينا على مدربين، في ممكن واحد يكون احسن من ناس تانية وانت كمدرب ما عندكش قناعة بيه. ممكن مدرب غيرك يجي يبقى الراجل ده اساسي ويلعب على طول. طيب نروح لزميلنا يعني دي وجهة نظر. ماشي، نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الدكتور احمد جاب الله، نتعرف منه على موقف المصابين داخل النادي الأهلي.
من جد تحيه ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز الحقيقه مهم جدا في ظل الضغط الكبير والتلاحم الكبير للمباريات، بتحاول تجمع نقاط في وقت صعب بدرجه حراره عاليه بظروف استثنائيه كبيره جدا، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. امور عديده جدا الحقيقه على المستوى الطبي لابد ان احنا نتكلم فيها طبعا مع رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جبال اللي بيقوم بدور كبير جدا كالعاده مع كل لاعبي النادي الاهلي. دكتور احمد طبعا بنوجه لكم الحقيقه في البدايه كل التحيه والتقدير على المجهود الكبير جدا اللي بيبذل للجهاز الطبي بالكامل، لان انت بيجي لك حاله بتتعامل معاها بتلاقي حاله ثانيه بتتعامل معاها، بيبدا كمان الجهاز الفني يطلب منك تقارير، بتحاول ان انت توفق كل الامور والظروف دي في وقت قليل جدا. طمنا بشكل عام حاله اللعيبه، الامور ماشيه زي حتى هذه؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، مبروك لينا ولجميع النادي الاهلي. الحمد لله احنا الفتره دي يعتبر الاصابات قليله شويه، يا دوب احنا عندنا علي معلول الحمد لله بدا شغال في المرحله الاولى من التاهيل بعد عمليه وتر اكيلس. بيرسي ووسام كان الحمد لله هو رجع، كان الاثنين دول اتصابوا مع مش المنتخبات بتاعتهم. بيرسي كان عنده شده من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه، هو بيرسي دلوقتي في المرحله الثانيه الحمد لله من التاهيل، انتظر رجوعه ان شاء الله قريبا يعني باذن الله. وسام الحمد لله كان جزع في اربطه الكاحل الحمد لله، هو النهارده شارك الحمد لله وادى اداء كويس. بالنسبه لعمر كمال كان عنده شد في العضله الاماميه والحمد لله يعني منتظر دخوله التدريبات في اقرب وقت ان شاء الله هنبلغه بيها باذن الله. شفنا كدمه قويه الحقيقه لاكرم النهارده، طبعا الناس بتحاول تطمن على طول فلابد ان احنا ناخد المعلومه منك. اكرم الامور بالنسبه له ايه؟ الحمد لله انا كان في التحام مع اكرم الحمد لله، كان هي كدمه فوق الركبه بسيطه يعني الحمد لله، عملت له فحص بره والحمد لله قدر يكمل عليه، وكده كده برضه هبص عليه تاني ونطمن يعني الحمد لله بعد الريكفري باذن الله. لما بنشيد الحقيقه بالدكتور احمد مش بنشيد من فراغ، لان ما بنشوف امام بيجي يسلم عليك بعد هدف بعد امور دي بتبقى في تفاصيل صغيره جدا، مدى استجابه اللعيب ومدى كمان اتقان الجانب الطبي اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي تحت قيادتك، الامور دي بتفرق مع عوده اللعيب ان انت نفسيا كمان تشتغل مع دكتور احمد بشكل كبير جدا. الحمد لله يعني انا بحب اللعيبه كلهم، هم معظمهم الحمد لله بيحبني يعني، التعامل ما بيننا هو اخوه، هم اخواتي كلهم صغيرين. طبعا انا اي لعيب بيتصاب اصابه هم بالنسبه لها دي بتبقى حاجه صدمه ليه كبيره، اهم حاجه التعامل النفسي فيها، والحمد لله يعني ليه دور مساعد معانا في الجهاز الطبي كل دكاتره العلاج الطبيعي، وفي حلقه مهمه جدا عندنا في الجهاز الطبي هي حلقه دكاتره التاهيل دكتور محمد نجار ودكتور طه نوح. الناس دي بتشتغل، هي دي يعني بالنسبه لي انا ليها دور مهم جدا في ان هي بتسلم الفرقه لعيب واصل لنفس الريتم بتاع الفرقه، والحمد لله يعني في اصابه امام كل الناس كنت متوقعه ان هو يرجع بعد شهرين وثلاثه، امام بالظبط شهر كان بيلعب ماتش مازيمبي. فالحمد لله يعني المنظومه شغاله بشكل كويس والناس كلها بتشتغل باعلى طاقه ليها لخدمه النادي يعني مش اكتر. الله يخليك، ميرسي ليك، شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للدكتور احمد جبالله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي على هذه التصريحات. الحقيقه بنحاول نطمن بشكل كبير على المجموعه، لكن اطمننا على اكرم راجل اتكلم، على عمر، على تاو، على ايضا كمان علي معلول، ان شاء الله باذن الله لا يعني فتره الاصابات دي في هذا التوقيت تعدي بسلام على كل لاعبي النادي الاهلي، لان محتاجين كل المجهودات خلال المرحله القادمه. مبروك من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي، صفحه بتغلق وبيتم التحضير للمرحله القادمه. شكرا جزيلا كريم. طبعا طمنا الدكتور احمد، بس الوضع طبيعي يعني كتر الاصابات احنا كل ماشي نقول ايه مستشفى النادي الاهلي هيدخل فيها مين لا قدر الله النهارده. عايز اقول حاجه، دي في الكره طبيعيه جدا، الماتشات المتتاليه في اوقات قصيره هتخلق حالات من الاجهاد، هتخلق بعض الاصابات، هنشوف ده. بس احنا نتمنى ان كل مباراه لعيبه النادي الاهلي تطلع سلام، ولكن ده موجود في الكوره، ولما يبقى في ظروف غير طبيعيه وفي ضغط عليك كل يومين ثلاثة ماتش توقع ان يحصل كده. يعني لا قدر الله لو حصل اصابه نتمنى انها تبقى خفيفه، ما تاخدش يعني كدمه ولا حاجه يوم يومين، ده اللي نتمناه. انما الفتره اللي جايه لا، هنشوف فيها حاجات كتير، ونتمنى السلامه لكل لاعبتنا كابتن شريف. باذن الله، باذن الظروف اللي انت بتمر بيها دي كلها، اللي احنا المحور اللي احنا بنتكلم فيه ده كله بسبب اصاباتك. بسبب ان بص يا ايمن، علاقه المدرب بكل المجموعه اللي عنده كلاعبين كويس يهمه في يعني في المرتبه الاولى سلامه اللعيبه، سلامه اللعيبه كلها ان تبقى قدامه، وانا كل ماتش اقدر النهارده اريح لعيب اساسي، ادخل لعيب، ابقى عندي اختيارات، ابقى عندي اختيارات، فاهم ازاي؟ واللعيب الاساسي قاعد معايا بره، بس عايز استغل 45 دقيقه مستريح، ما اعملوش عليه الضغوط كلها من اول المباراه. يعني خلينا في الشكل
بتاعت الفرق الكبيره اللي احنا كانت كباتن كلنا احنا فتحنا موضوع وقعدنا نتكلم فيه، هو الكلام فيه لمصلحه اللاعبين قبل مصلحه المدرب على فكره. احنا بنوجه اللعيبه بنقول لهم ان المدرب لما يحتاجك او يديك فرصه انت خليك دايما على استعداد لهذه الفرصه او الاحتياج. ليه؟ لان حضرتك بتشتغل لاعب كوره، حضرتك بتشتغل في اكبر نادي في افريقيا لاعب كوره، يعني تلعب 10 دقائق زي تلعب 90 دقيقه، تلعب 5 دقائق زي تلعب 30 دقيقه. أي. انت حضرتك شغال هنا في الحكايه دي انك انت مش سمعه، لا ده انت سمعه، لا ده انت اداء، ده انت انا بتحكم فيك كاداره نادي وكفرقه نادي، واللعيبه اللي بتلعب جنبك كمان ليهم حقوق عليك انك انت تبقى جاهز ليهم، جاهز ليهم انك تشاركهم، تشاركهم في البطولات، تشاركهم في الماتشات، تشاركهم. انت مش هتيجي ما بتلعبش خالص طول السنه وتاخد ميداليه، تقول اللي بيجي مع النادي الاهلي يقعد 10 دقائق ياخد ميداليه، لا لا، فين انت؟ بينك وبين نفسك من الوجود ده، من الاحراز ده، من الحياه اللي انت بعد كده هتفتكرها تقول انا في البطوله دي جبت جولين ثلاثه وعملت اثنين اسيست ودافعت عن مرمايا وعملت وانا انقصت ضربتين جزاء انت شغال في المؤسسه، اي مؤسسه في الحياه شغال فيها بتدي اللي انت جاي عشان بتشتغل فيه. انت هنا عندي ايه؟ لعيب كوره، لعيب كوره، يعني لازم ابقى جاهز وبحافظ على نفسي عشان تدي المطلوب. ما تجيليش تشتكي بقى تقول لي انا مش في بؤره الضوء، ما تجيليش تشتكي بيلعب عليا لعيب في سبب، استحال انا البيزك بتاعي سوبر بلاير وما بلعبش، يبقى في شورتج في حاجه، في نقص في حاجه. صحيح. فالحكايه كلها شيء، عشان بس نلم الموضوع، شيء متكامل يعني. أيوة. انت مدرب وده مساعد مدرب وانا لاعب في الاخر. صحيح. نبقى بنحط نفسنا كلنا في الاستعدادات للهدف اللي احنا عايزين نوصل له. صحيح. طيب حصل النهارده طبعا الغاء لمباراه سموحه وبيراميدز في استاد اسكندريه، وكانت النتيجه 1-1. حصل ماس كهربائي او حريق ورا المقصوره الرئيسيه. طبعا دي حاجة قدرية، يعني ظروف قهرية تتطلب إعادة المباراة، تتطلب إعادة المباراة. وفعلا في أخبار من رئيس رابطة أندية أستاذ أحمد دياب إن دي كانت ظروف قهرية، و الماس الكهربائي ده طبعا بعيد عن الفريق اللي هو بيستضيف المباراة، فظروف قهرية تتطلب إعادة المباراة، ولذلك سوف تعاد المباراة مرة أخرى. بس لينا سؤال من نفس الوقت اللي انتهت فيه المباراة؟ لا، هتعاد المباراة. لا لا لا، لا لا كلها. لا لا، تعاد المباراة كاملة كابتن شريف. لا ده 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 عندك يا كابتن شريف. لا لا، دي حاجة تانية، دي لائحة تانية. في لائحة بتقول من نفس الظروف، تعاد المباراة. لا، من نفس ظروف المباراة، من نفس وقت المباراة. لا لا، ده لو مطر كده، لو مطر يا كابتن كده ولا حاجة. لا لا، دي ظروف قهرية، دي ظروف قهرية، فلذا طيب هي هتتعاد من نفس الدقيقة اللي هتتطلب اللي توقفت فيه يا كابتن. المباراة كلها تعاد، هتتطلب ماشي إعادة المباراة كاملة. طب وحالة الطرد؟ زي ما قال، زي ما قال الأستاذ أحمد دياب اللي هو رئيس الرابطة، أعلن إن المباراة سوف تعاد كاملة. بس لينا سؤال لكابتن ناصر بعد كده، طب العقوبات اللي حصلت على بعض اللعيبة ومنها طرد، حالة طرد حصلت في المباراة، هيكون التصرف معاها إزاي؟ لما يجي الكابتن ناصر هنبقى نسأله في الموضوع دوت. إنما دلوقتي نروح مرة أخرى لزميل العزيز كريم أحمد ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي. من جد تحية من جديد لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، فوز مهم جدا الحقيقه، وزي ما قلنا توقيت صعب، تلاحم كبير جدا للمباريات، ما بتلحقش ان انت تصحح اخطاء، تحضر في وقت قليل، بتعمل ريكفري، امور عديده جدا الحقيقه بتتطلب مجهود كبير سواء على المستوى الاداري المستوى الفني، لكن كالعاده كل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن خالد بيبو. اللي حابين نقول حاجه في البدايه، يعني بعد محاولات كبيره جدا ان احنا نكلم الكابتن خالد بيبو لان الفرقه مقفول عليها بشكل كبير، لكن الحقيقه كابتن خالد بيبو كالعاده مشكورا تواجد معانا، بنوجه لك كل الشكر كابتن خالد في البدايه، وبنحيي اللعيبه على الاصرار الكبير المعتاد بيه والتزامهم الكبير جدا ان انت عاوز تلم نقاط بشكل كبير جدا، عارفين ان الفرقه مقفول عليها، بس انت معانا حاول تطمنا وتطمن كل جمهور النادي الاهلي حاله اللعيبه ازاي والامور ماشيه ازاي يا كابتن. الحمد لله رب العالمين. طبعا مكسب كان بالنسبه لنا كان كويس في فتره، طبعا كلها كل يومين
مباراة، فانت بتحاول ان انت بقدر الامكان تجمع نقاط في التوقيت ده. مكسب الحمد لله كويس، 3 نقاط مهمين في مشوارنا، ونتمنى ان شاء الله الفترة الجاية كده نقدر نحافظ على المكسب ان شاء الله لغايه ما نخلص بطوله الدوري ان شاء الله. تلاحم صعب جدا، بتحتاج تحضير ذهني وفني وبدني، وكمان بيبقى عندك اصابات يا كابتن خالد في منتصف هذه الازمه، عندك عمر كمال، عندك تاو، وعندك عدد من اللعيبه، سكواد رائع ومميز مع فريق النادي الاهلي، بتطلب ايضا من مستر كولر ان هو يختار التوليفه والتشكيله. النهارده التوليفه والتشكيله كانت اكثر من رائعه، المباراه اللي جايه ممكن تشوف شكل تاني. هي دي القيمه الكبيره جدا للسكواد الرائع مع فريق النادي. اكيد طبعا، انت بتلعب كل يومين وعلى طول الثالث بتلعب مباراه، فطبيعي جدا ان انت محتاج كل اللعيبه معاك تبقى جاهزه، وده السكواد بتاع النادي الاهلي يعني، فكل لعيب يقدر ان هو ينزل ويشتغل وياخد دوره ويؤدي بشكل كويس. والمهم في التوقيت ده اللي هو الثلاث نقاط طبعا مهمين جدا بالنسبه لنا في مشوارنا. اللعيبه كلها جاهزه طبعا، حتى اللعيبه المصابين بتعمل معاهم شغل كويس جدا، دكتور احمد جاب الله والفرقه بتاعته كلها، التاهيل والتدليك والعلاج الطبيعي بيعملوا شغل قوي جدا عشان اللعيبه تقدر ترجع بسرعه. وكمان يعني وسام كان مصاب وراجع جاهز على طول، بياخد فتره طويله في الجيم، ده الشغل اللي احنا كله شغالين عليه، ان يبقى اللعيبه جاهزه في اقرب وقت، اللي يتصاب ما ياخدش فتره طويله ويرجع جاهز عشان يقدر يخش على طول في الجيم يعني. يمكن الغلق الاعلامي للاعبين ده قرار رائع يا كابتن خالد في ظل هذا التوقيت، يمكن الجمهور بيحاول ان هو يسمع حسين الشحات مان اوف ذا ماتش يتكلم، لكن الحقيقه احنا بنحييكم على هذا القرار، لان فتره التركيز في الوقت القليل ده كابتن خالد محتاج قرار اداري مهم ان انت تقفل على اللعيبه، وده اللي حاصل يا كابتن خالد. والله لا، احنا بس المشكله ان احنا مش عايز نخش في اي تفاصيل في الفتره دي، كل اللي احنا بنفكر فيه ان احنا عندنا مباريات كتيره ورا بعض، مش عايز اللعيبه تخش في اي تفاصيل ملهاش اي لازمه. ما بيبقى في وقت ان احنا اللعيبه تقدر تتكلم والدنيا تبقى سهله، بنتكلم طبعا. مفيش جيم، مفيش مباريات، مفيش ضغط مباريات، ممكن اللعيبه تاني هتقدر تتكلم، وهيبقى عن يعني اللعيبه من حق الجمهور ان هو يسمع اللعيبه ويشوفهم ويبقى دايما بيطمن عليهم. بس كل وقت هنبقى بنحدد طريقه الشغل هتبقى ماشيه ازاي. اللعيبه دلوقتي في فتره تركيز اكتر، ويعني برضو الكلام برضو متعب، كلام متعب في التوقيت ده، فاحنا مركزين والناس كلها بتشتغل بشكل كويس جدا، تمرين كويس جدا، والمباراه الحمد لله بناخد الـ3 نقاط، فان شاء الله نتمنى ان احنا نفضل مكملين بالقوه دي. وانا عارف ان ضغط المباريات صعب جدا علينا وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى جهاز فني، طبعا ما بيلحقش طبعا يعني، يا دوبك الاستشفاء هو اللي شغال عليه جمل صغيره حاجات صغيره، بس طبعا اللعيبه يعني بقى احنا شغالين من اول السنه، بقى احنا 10 شهور شغالين، فطبعا يعني الشغل كله متحفظ ومش محتاج الا حاجات صغيره روتوس صغيره بتعملها على طول، انما الحمد لله احنا كل همنا هو الـ3 نقاط في التوقيت ده، وطبعا اداء للنادي الاهلي. ما ينفعش ان هو يبقى بيدور على الـ3 نقاط بس، جمهور النادي الاهلي من حقه يستمتع بلعيبه النادي الاهلي، من حقه يستمتع بالاداء الجيد مع الـ3 نقاط، فاحنا ده طبعا معادله صعبه في ظل التوقيت ده طبعا، انما بس احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وان شاء الله نقدر ان احنا نسعدهم طول الوقت. شكرا، ربنا يخليك يا رب. كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه للكابتن خالد بيبو على هذه التصريحات، ان شاء الله باذن الله المباراه القادمه بنفس المعنويات بنفس الاصرار بنفس الدوافع الكبيره ان شاء الله باذن الله يكون 3 نقاط من نصيب النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. شفنا الكابتن خالد ديبو اتكلم على الضغوط اللي بتمر او اللي بيمر بيها النادي الاهلي وتتابع المباريات، ويعني الصعوبه اللي بيواجهها النادي الاهلي في الفتره ديت، هتشوفوا طبعا حته التدوير، ولكن المهم زي ما قلنا قالوا كابتننا برضو قررها كابتن ديبو، المهم الفوز بـ3 نقاط في المباريات وفي الوقت الصعب دوت. ضيفنا الان الزميل العزيز محمد الباز محلل الارقام، كلمنا بقى عن ارقام ماتش اليوم بين الاهلي وفاركو. مساء الخير يا محمد، نورنا. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. مبروك للاهلي طبعا، 3 نقاط مهمين جدا. حضرتك قلت 9 مباريات على التوالي فوز، بس انا في الـ9 مباريات ده كابتن ايمن يعني اسمح لي هنقف عند كم نقطه. ماشي. اول حاجه ان في الـ9 مباريات دول
الاهلي فاز فيهم في 5 مباريات منهم بنتيجه 2-1. 2-1 اتكررت معانا 5 مرات من الـ9 مباريات الاخيره. فاركو رايح جاي طبعا 2-1 2-1 زي ما احنا عارفين. مباراه الاسماعيلي خلصت 2-1، البلديه 2-1، والداخليه 2-1. مظبوط. فالخمس مباريات 2-1 هنا، على الرغم ان الاهلي في الـ9 لقاءات يا كابتن الفوز المتتالي احرز 20 هدف. يعني المعدل التهديفي عالي جدا، استقبل 6 اهداف، وده انا بتكلم عليهم في 5 مباريات 2-1. في 3 كلين شيت في الـ9 مباريات دول، هنطلع مباراه الزمالك منهم، اذا مباراتين فعليتين فيهم كلين شيت. وده طبعا اللي احنا بنتكلم عليه. الاهلي معدل تهديفي عالي، وصل النهارده للهدف 44، اقوى خط هجوم. يعني بالمناسبه البنك الاهلي وصل 44 على الرغم ان هو 14 على ترتيب الدوري، ولكن طبعا كمعدل تهديفي هو عالي، وكمان عالي البنك جداً. الاهلي، ولكن دايما بنقول الاهلي اقوى خط هجوم، لان هو بنحسبها على بالمعدل التهديفي على المتوسط مباريات، على عدد المباريات. بالتالي الاهلي 2.2 كافضل معدل تهديفي، حتى افضل من بيراميدز لما كنا متساويين معاهم، البيراميدز 1.7 يعني حتى الان. ده بشكل عام ملخص الارقام في اخر 9 مباريات. ارقام الاهلي وفاركو النهارده غير ارقام الاهلي وفاركو المباراه السابقه، شكل مختلف تماما، لان الاهلي النهارده يعني كان كسبان الاستحواذ بشكل كبير جدا. يعني تخطينا طبعا ال 60% استحواذ، وهنعرض الارقام ونحللها مع بعض يا كابتن ايمن، وهنقف عند بعض النقاط اللي قد تكون ايجابيه. خاصه ان الاهلي النهارده من ناحيه الضغط العالي الشرس والمزدوج كان بيفوق الفاركو بشكل كبير جدا. بس اعتقد فاركو ارقامه اتغيرت الشوط الثاني شويه، الشوط الثاني يعني معدل الاستحواذ، ولكن كان في فجوه، ما كانش عالي قوي. اتغيرت لان هم بدا يكون عندهم شكل ببعض التمريرات، و2 أو 3 هجمات مرتده سببت شكل خطور، صنع فرص النهارده، وده الرقم اللي كنا بنتكلم مع حضرتك قبل المباراه، ان فاركو من افضل الفرق اللي بتصنع فرص. وعندهم اكس جي كان المفروض يبقى عالي وهنستعرضه، ولكن خلينا نخش الاول يا كابتن في ارقام مباراه النهارده. انتهت ب 2-1، الاستحواذ الاهلي 59%، فاركو انتهى ب 41%، وده اللي حضرتك بتقوله، ده الشوط الثاني رفع الاستحواذ عند فاركو، لان الشوط الاول كان انتهى 63 طبعا مقابل 34. الركنيات 3 للأهلي مقابل 2، وده المباراه الثالثه على التوالي المعدل الركنيات عند النادي الاهلي يكون قليل عن المعتاد. الاهلي بيصل لـ7 أو 8 ركنيات يا كابتن اسامه في المباراه الواحده، النهارده 3 ركنيات فقط. المحاولات والتسديدات على المرمى الاهلي 14 تسديده منهم 4 على الـ3 خشبات بدقه 29%، اما فاركو في 9 تسديدات منهم 4 على الـ3 خشبات بدقه 44%. الفرص النهارده 6 فرص لفاركو، ده بشكل عام. الفرص الكبيره المحققه منهم هي واحده فقط اللي شفناها، اللي كانت جنب القائم، كانت فرصه خطيره، كانت تسديده يعني شكلت خطوره على نادي، على مرمى النادي الاهلي. دي اللي في نهايه الشوط الاول؟ في نهايه الشوط الاول بالظبط. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بشكل عام وصلنا ل 12 فرصه، ال 12 فرصه دول يا كابتن شريف منهم الاختراقات من الـ5 ممرات، يعني احنا النهارده انا برضو دي نقطه غريبه بالنسبه لنا، ان النادي الاهلي هذه المباراه والمباراه السابقه يا كابتن ايمن كان دايما الاختراقات من الجانب الايمن، حتى الهاف سبيس اللي هو الجانب الايمن الداخلي كان اكتر عدد الـ يعني بنتكلم في 13 من ناحيه اليمين و11 من الجانب الايمن الداخلي، يعني بنتكلم في 24 هجمه او اختراق للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. وليه الماتش السابق امام فاركو كان نفس الكلام، على الرغم من نقطه ضعف فاركو هي ناحيه الشمال عند الباك اليمين الناحيه العكسيه، فبالتالي الاختراقات من ناحيه الشمال كان عند النادي الاهلي 9، على الرغم اللي شفنا يعني في تناغم وهارموني ما بين كريم وما بين حسين الشحات، والكم حسين النهارده دخل في العمق كذا مره وعمل كذا باصه، فوصلوا ل 18 من ناحيه الشمال، 9 من ناحيه الشمال او الجانب الايسر، والجانب الايسر الداخلي كان فيه 9 هجمات من كاختراقات عكس الناحيه اليمين اللي كان بيشغلها خالد وطاهر. بالظبط، على الرغم ان خالد وطاهر شفنا ميس باس كتير جدا في هذه في الجهه في ناحيه اليمين، ولكن كان عدد الهجمات كبير، عمل رقم كبير، ولكن قد يبدو ان هو سلبي، رقم كبير، وكان كنا نامل ان الاختراقات يكون افضل من ناحيه الشمال، وده
لتحليلنا ارقام فاركو والخصم كان عندهم مشكله في المساحات وبتضربوا يعني كاد الراجل بيتقدم كتير ما بيعملش التغطيه العكسيه فبالتالي كان في فدي الارقام بتقول لنا الاختراقات كان شكلها عامل ازاي للنادي الاهلي في الخمس ممرات النهارده. بالتالي شفنا الفرص ديت، الفرص كتيره ولكن الايجابيه منهم او الكبيره المحققه للنادي الاهلي في اثنين، الاثنين دول ما كانوش فرص يعني كان فيهم بعض الحاجات هنعرضهم. كان في الكره الخطيره اللي شفناها طبعا لوسام، وكان من البدايه تحرك وسام وان هو ياخد الكوره والدبل باصص اللي شفناها النهارده كان الكره اللي جت في العرض. نكمل نرجع للتمريرات بالنسبه للنادي الاهلي النهارده كالعاده يعني الاهلي بيفوق ال 500 تمريره صحيحه وعلى العكس فاركو الاكس جي طبعا الاهلي قد يتخطى الهدفين. نادي فاركو كان يصل لهدف يعني وده اللي حصل. التمريرات الصحيحه الاهلي النهارده 431 تمريره صحيحه من اجمالي 511 بدقه 84%. وهنحلل مع بعض التمريرات كانت فين بالظبط من في الثلث الهجومي علشان نعرف الخطوره من التمريرات والتمريرات الكاسره للخطوط بالنسبه للاهلي كان شكلها عامل ازاي النهارده. فاركو 264 تمريره صحيحه فقط بدقه 76% وده اللي متعودين عليه من فاركو، على العكس المباراه السابقه امام النادي الاهلي تخطوا ال 350 تمريره صحيحه يا كابتن. التمريرات الطوليه النهارده 39، التمريرات الطوليه لفاركو في المباراه السابقه كانت 50. الدقه النهارده ما كانتش عاليه يعني 31%. النادي الاهلي النهارده ما عملش التمريرات الطوليه اللي احنا معتادين عليها النادي الاهلي لان كان النهارده الاختراقات كانت كور على الارض يعني مش كور طوليه، هي واحده بس شباية شفناها كده وهنستعرضها مع بعض اللي اتعملت من حسين الشحات لوسام. لمسات داخل منطقه الجزاء النادي الاهلي النهارده جوه منطقه الجزاء عند فاركو لمس الكره 25 مره، ده شفناه شكل خطوره. نادي فاركو هو خمس مرات فقط في طوال المباراه. تمريرات بقى في الثلث الاخير النادي الاهلي النهارده عمل 100 تمريره صحيحه من 146 اجمالي بدقه طبعا 68%، ده في الثلث الاخير وشرحنا الهجمات والاختراقات كانت ازاي من انهي ممرات بالظبط. نادي فاركو عمل تمريرات في الثلث الاخير النهارده 91 تمريره منهم بس 49 بشكل صحيح بدقه 54%. ده يعني تحليل التمريرات بشكل عام كانت خطورتها فين وخاصه في الثلث الاخير عند الفرقتين. نكمل عشان نشوف العرضيات النهارده، الاهلي عمل 21 عرضيه يعني طاهر النهارده عمل عرضيتين كان بشكل صحيح وكان يعني كان ممكن يشكلوا خطوره ولكن ما استغلنهمش. بشكل عام سبعه بس بشكل صحيح بدقه 33%. فاركو عمل 8 كروسات في المباراه ما فيهمش الا واحده بس بشكل صحيح بدقه 13%. خساره الكوره بقى واسترجاع الكوره، كنا بنتكلم مع حضرتك يا كابتن ان فاركو من افضل الفرق في هذه الناحيه، في ناحيه ان هو بيخسر الكوره كتير وبسرعه ولكن بيعملوا البو ريكفري بشكل سريع. يعني متقاربين نادي الاهلي النهارده طبعا هم خسروا الكوره بشكل اكبر 53 مره او خسروا الاستحواذ فيهم والنادي الاهلي 38 مره. الكسب الكوره واسترجاع الكوره النادي الاهلي 108 مره وعمل ريكفري النهارده للكوره ب 52 مره. الناحيه الثانيه فاركو متقارب مع النادي الاهلي في البو ريكفري وده اللي بنقوله، هم بيسترجعوا الكوره بسرعه ولكن بيخسروها بشكل سريع جدا. الاعتراضات 8 بلوك للنادي الاهلي النهارده، الانترسبشن عملوا ابعاد للكوره النادي الاهلي 12 مره، فاركو 10 مرات ابعاد للكوره عمل اعتراضات 7. كسب الثنائيات النهارده وفي الالتحامات الثنائيه كان التفوق فعلا للنادي الاهلي بدقه 54% يعني 34 من اجمالي 63. يعني كسب الثنائيات ده برده مهم جدا بالارقام الاخيره دي يا كابتن بتورينا الشكل الدفاعي كان عامل ازاي عند الفرقتين زي ما شفنا الشكل الهجومي والاختراقات من الممرات كانت عامله ازاي. ده بشكل عام مباراه اليوم ارقامها والناحيه الفنيه. رجل المباراه حسين الشحات استعرض ارقامه سريعا مع بعض النهارده. حسين يعني احرز هدفين، لعب 93 دقيقه طبعا 3 دقائق اللي كانوا اللي اتغير هو في الوقت الاضافي، هدفين، لمس الكره 65 مره، تمريرات النهارده يعني 46 منهم 38 بشكل صحيح بدقه 83%. ده بالنسبه للتمريرات. طيب عمل طبعا، وهل دي الارقام اللي هي اعلى ارقام في الملعب؟ لا طبعا، لان اعلى ارقام من ناحيه جبين. الاهداف والتمريرات والتاثير أيوة. هو حسين الشحات كتاثير ان هو طبعا في تمريرات مفتاحيه، في ان هو احرز هدفين، في ان هو عمل اكتر من لمسه كانت خطيره. يعني هو عنده كام لونج بول عملهم النهارده وكورتين على الارض دبل باصص شكله خطوره، ده سبب في ان هو طبعا يكون يعني رجل المباراه. ولكن لو بنتكلم بقى في التمريرات المفتاحيه اثنين، وده عمل عرضيات النهارده اربعه يا كابتن، عمل كروس النهارده اربعه منهم واحده
تم استخدامها بشكل صحيح. في كسب الثنائيات النهارده حسين لا كان ليه دور، يعني عمل التحم في 8 مرات كسب منهم 5 وده رقم كويس جدا. خلي بالك الصدفه نفسها في ماتش فاركو اللي فات برده كان اللي احرز الهدفين لاعب واحد امام عاشور، مظبوط، هو اللي خد رجل المباراه برده، مظبوط صح؟ بالظبط هو خد رجل المباراه. النهارده على فكره يعني وصل تقييم لحسين ل 9 من 10، ده رقم عالي جدا في التقييمات لحسين شحات. عايز اقول لحضرتك افضل اثنين بعده في لاعبين النهارده في الارقام اكرم توفيق ووسام. وسام تحركاته النهارده وان هو نزل بس في الشوط الاول مني يعني متكلم بصراحه عمل اسيست وكره اللي هي في العارضه والتحم في كام كره خليته النهارده من افضل الارقام. اخر حاجه بس في الارقام ديت هنشوفها رد الملعب في صورتين، ان الاهلي في الحالات النهارده الشكل الضغط العالي الشرس كان قوي جدا وبادئ من اول دقيقه في المباراه. يعني النهارده كابتن حضراتكم طبعا اتكلمتوا بالتفاصيل، لكن انا عايز اعكس ده على يعني شوف ده الدقيقه كانت لسه الدقيقه 2 فريق الكره دلوقتي في حاله عدم حيازه الكره مع فاركو. شوف كام لاعب بيضغط ضغط عالي باربعه خمسه، لا نقف لان الهجمه من قبل كده يا كابتن عايزين نعد عدد اللعيبه والمساحات ما بينهم كان شكلها عامل ازاي هنا. شوف يا كابتن شريف حضرتك دايما بتتكلم برضو مع الكباتن كابتن عادل كابتن بلال كابتن اسامه على الضغط العالي الشرس، بس هنا بص كام لاعب يا كابتن، يعني هنا بقى الحاجه الملفته قوي للانتباه ان عدد لاعبين النادي الاهلي في مكان بالظبط 7 لعيبه في حته صغيره جدا قريبين مع بعض قافلين المساحات. دايما كنا بنشوف الضغط العالي الشرس الاهلي بثلاث لاعبين او 4 لاعبين ولكن مش بالشكل في تكتل كبير كده، يعني الكومباكت بشكل يعني يعتبر واحده بالظبط. الاسترجاع الكره على طول النادي الاهلي مميز فيها ومن افضل الارقام زي ما عرضنا في الدوري العام او حتى في افريقيا في فرق افريقيا كلها في البوري كافري اللي هو الكاونتر بريسنج اللي هو استرجاع الكره الضغط العكسي. الضغط ده اصفر عن هدف، مظبوط، ده بدايه الشوط. نفس الكلام شوف ضغط عالي دايما احنا بنتكلم برضو النهارده كان في امثله كبيره جدا كتيره جدا للضغط النادي الاهلي زي ما بنقول بالخمس ست سبع لعيبه في منطقه واحده واسترجاع الكره وهكذا. هنتكلم بس على كورتين، احنا بنتكلم اخر 3 مباريات ان الاهلي بدا يلعب الاختراقات في العمق وده تقريبا واضح ان مارسيل كولر بدا ان هو يعني خلاص الاطراف لا ان عايزين ننوع قلبك. ده بالظبط حضراتكم اتكلمتم بشكل كبير. شفنا لو نكمل بقى نعدي خلاص الصوره ديت او الحاله ديت الشبات اللي بتتلعب اللونج بول في العمق يا كابتن، يعني اتكررت كتير جدا. دي واحده كانت لوسام طبعا اكرم استعجل فيها واللي بيكمل لعيبه بنص الملعب، مظبوط، يعمل اختراقات، مظبوط، فده اللي شفناه بشكل كبير جدا. الاعتماد ان هو يقلب اكرم في الحاله دي ب8 وان هو يخش في العمق بس، يعني شيء يعني اتكررت كتير جدا. نفس الكلام حسين بيمسك الكره كابتن بيروح داخل انسايدر على جوه، نعمل نفس الكلام اللونج بول نتكلم عليه في العمق. هي دي بس العنوانين اللي انا حبيت اتكلم عليهم النهارده، يعني تكمله لحديث حضراتكم يعني في الجزء الفني بقى مع حضراتكم تفسروه، فده بس حبينا نتكلم عليه بشكل يعني بيترجم الارقام اللي عرضناها والاختراقات ازاي كانت من الاطراف ثم بدا يلجا للاختراقات من العمق بالشكل اللي احنا شفناه ده. ده بشكل عام كده، يعني كل التوفيق بقى للنادي الاهلي في المباراه الطحن اللي جايه ديت وكل التركيز لان المباراه كلها مباراه كؤوس اكيد. يعني شكرا. شكرا كابتن اسامه. يمكن خلال استعراض الباز للارقام، الارقام كلها لصالح النادي الاهلي زي ما قال الكابتن بلال، لما بتيجي تقيل من حاجه معينه لو انت مش افضل من الفريق اللي قدام تقلق اكتر لو الفريق اللي قدامك اتفوق عليك في المباراه نفسها. كويس، الارقام لصالح النادي الاهلي، ولكن بيبقى في قلق ودايما بيتكلم عليه الكابتن شريف في حته ان انت ايه، لا الاداء الفتره دي يعني مش عاجبني قوي او الجمهور قلقان، ولكن الفتره دي زي ما بنقول كل مره وهنفضل نقولها برضو، الاداء ممكن ما يكونش هو الافضل، ممكن ما يكونش هو الاحسن، بس انت افضل من الفريق اللي قدامك بالارقام وزي ما الارقام جابها الباز معانا. ما احنا عايزين نفرق بين الاثنين عين. النادي الاهلي انا كنت مستني الارقام على فكره. ما هو استنى، ما هو الارقام واضحه واحنا حتى بالزبط. يعني الباز حللها تحليل دقيق، لكن احنا بالمشاهده بالنظره كده باين ان ارقام الاهلي افضل، فرصه اكتر، سيطرته اكتر، الكورنرز عنده اكتر، الفاولات اكتر، يعني كل حاجه هتلاقي الاهلي نسبه متفوقه فيها
تفوق اكتر. تمام. هي الفكره مش انك انت الاداء يبقى حلو بالنسبه للفرقه الثانيه، انت بتقيم ادائك بالنسبه للنادي الاهلي. تمام. يعني الجمهور بيشوف النادي الاهلي بمستوى معين بيأدي بيه لو ظروف طبيعيه. مش انا فاهم، انا اقصد مش بيقارن ان هو افضل من الفرقه الثانيه ولا لا. يعني احنا افضل النهارده من فاركو، احنا افضل الماتش اللي فات من الداخليه، احنا افضل الماتش اللي قبله من فاركو برضو بتاع 2-1، احنا افضل مين كان الماتش الاتحاد السكندري. لكن تقييم الاداء بالنسبه لفرقه الاهلي الستاندرد بتاع الاهلي هو اقل من ادائه. ده متوقع في الفتره دي. ماشي بس برضو الناس عايزه اداء حلو. ما انت تتملي عايز الاحسن، انت تتملي بتدور على الاحسن. تمام. تتملي بتدور على بس الاحسن. بس لو الظروف طبيعيه ماشي ممكن نقول الكلام ده وبصدر رحب، انما في الظروف الصعبه متوقع ان يحصل كده. متوقع. احنا كملنا بس بلاد. اتفضل ماشي. احنا كمحللين بنحاول نوضح الامور دي. بس انت لما بتتكلم مع رجل الشارع العادي، لما حد بيقابلك بيقول لك يا كابتن الاهلي اداء المفروض يبقى احسن من كده. أي. احنا عايزين يبقى احسن من كده. هو وتقعد تقول له الظروف دي، تقعد تقول له احنا بنلعب كل 3 ايام، احنا في اصابات، احنا، لكن هو مقتنع. رجل الشارع كده اللي بيتفرج على ماتشات الاهلي، لا عايز الاهلي يبقى افضل من كده. فهي دي النقطه. لا عايز اقول بس يا كابتن، هي الفكره في ايه؟ امتى القلق يجي؟ القلق يجي امتى؟ لما تلعب فرقه من التوب فور، تمام، ويبقى اداك اقل من ادائهم وكسبت. فكده انت تبتدي تقلق شويه. بس المكسب بينسي اي حاجه. ما هقول لك. لا يا كابتن، بقى خد بالك، لان انت بص، هو المقياس في ايه؟ انت بتقيس ايه؟ يعني بص كباتن، داخليه، فاركو تمام، عندنا البلديه، ايوه، الاتحاد فرق كلها يعني في الترتيبات المتاخره شويه. تمام. لا، الاتحاد كان مركز متقدم، هو في العاشر، هو عاشر دلوقتي او ثامن دلوقتي. فاهم قصدي؟ فانت النهارده لما بتروح للفرق اللي هي في المراكز الاربعه مثلا، تبتدي بقى الناس هنا تقلق او ما تقلقش، او نبتدي احنا كمان نقلق او ما نقلقش حتى لو كسبت. تمام. ما هو خد بالك، بص، انا بتكلم على الاداء. لما يكون النهارده، بص، انت بتلعب فرقه زي فاركو مثلا، من الطبيعي يبقى في فرق مستوى حتى لو انت وحش. المباراة اللي فاتت الداخلية، من الطبيعي يبقى في فرق مستوى، وكذلك يعني انت الاتحاد برضه كسبت والدنيا كانت تمام. فانت لما تيجي تلعب مثلا فرقة فيوتشر، مثلا تلعب فرقة زي المصري، تلعب فرقة زي هتلعب بيراميدز المنافس اللي بالنسبة لك، ترجع تلعب مع انبي تاني عشان احنا تعادلنا معاه قبل كده برضه في الدور الأول. فتبتدي النهارده تبتدي تقيس حالتك الفنيه والبدنيه. طب في الماتشات اللي زي دي، هي دي بقى، ده الالارم اللي احنا بنتكلم فيها يا كابتن ايمن. هو ده المقياس اللي انت عايز تقيس عليه. لكن انت النهارده ممكن يبقى عندك تخوف، ويعني وبعض الناس ما عندهاش تخوف. يعني انا ممكن ابقى مش قلقان، انت تبقى قلقان. فاهم ليه انا مش قلقان؟ انا بلعب فاركو، فالمستوى فني بعيد، هقدر اكسب في اي وقت. انا مع احترامي طبعا لفاركو، يعني مش بتكلم، انا بدي مثال. لكن لما تيجي تلعب فرقه من الفرق الاعلى فنيا، ما هو برضو جدول الترتيب ليه منطقيه. فاهم يعني؟ احمد مش زي الحاج احمد. فاهم قصدي؟ لما تيجي تلعب فرقه من الفرق الكبيره اللي بتناقل، مش اللي بتنافس، اللي في اوائل الجدول، هتبتدي هنا تقيس انت رايح فين في المستوى البدني والمستوى الفني كمان. وخد بالك، انا بقدم المستوى البدني على الفني، لان انت الفتره اللي جايه المستوى البدني هيفرق معاك بشكل كبير جدا. طبعًا. بس مش مستواك الفني هو اللي هيأهلك انك تكسب. صح. لا، انت مستواك البدني هو اللي هيأهلك انك تكسب. تمام. طبعا يا كابتن، طبعا مستشفى. يعني عايز اقول ايه، ترتيبات المدير الفني وتغييراته ولعبه في الجيمز، هم دول اللي هيحددوا لك مستقبلك في الدوري العام الفتره اللي جايه. صحيح. مش بس انا بحط تشكيل مين وهيلعب ايه لا، انا لازم يبقى في دراسه واضحه مع الراجل المخطط الاحمال اللي موجود عندي، مع الناس اللي حواليا كمدير فني. لان يا كابتن، المفترض اللي جاي ده له حسابات مختلفه تماما. صحيح. انا مش هلعب النهارده، ادي النهارده عندي 10 العب بيهم الماتش اللي جاي، تمام، مش هقدر اكمل اللي بعديه. تمام. لازم يعني كابتن عادل يتكلم في نقطه، هل تقدر تغير 6 لعيبه؟ ما تقدرش، بس تقدر تلعب ال6 لعيبه، تلعبهم مش تغيرهم. أيوه. تقدر تلعبهم، يعني ما اقدرش اغير 6 لعيبه احطهم مره واحده،
لكن الست لعيبه اقدر اغيرهم، اقدر اغيرهم في الماتش اللي جاي مثلا، لان لعبت ابتديت بثلاث لعيبه مثلا يعني، غير حطيت ثلاثه تمام في وسط الفرقه، بغير في وسط الجيم، بعدل التغييرات بتاعتي من بدري شويه، مش تغييرات للمجهد او لتغيير التكتيك على قدر ما ممكن يبقى في تغيير عندي للحفاظ على كابتن عادل، حفاظ كابتن شريف وهكذا تمام. لان انا النهارده مش هقدر اكمل بالشكل ده. الشوط الثاني النهارده واضح ان المستوى البدني قالل، فانت مطالب انك تعمل مجهود 120% الشوط الاول تخلص الجيم زي ما اتفقنا يعني. ولنفرض انك انت لا قدر الله الشوط الاول طالع متعادل، الشوط الثاني هيبقى فيه مشكله رهيبه جدا، زي المباراه بتاعت الداخليه اللي فاتت كان عندنا مشكله الشوط الثاني في الجزء البدني. فهنا لازم مستر كولر طبعا يبقى عامل حسابه ان كل المباريات اللي جايه مش بس هعتمد على الاداء الفني بتاعي، ده في اداء بدني، يبقى بالتالي طالما هحتاج للاداء البدني يبقى لازم يبقى عندي ال 20 لعيب قادر اوظفهم طول الماتش. مش بس كده يا كابتن ايمن، ده ال 20 لعيب ده انا مجهز 3 4 خطط مختلفه هلعب بيهم يتناسبوا مع قدرات اللعيبه اللي موجوده عندي. يعني مش كل مره 4 3 3 4 2 3 1، لا مش كل مره هلعب كده، في ماتشات هتحتمل اللي بلعب يعني التيم هجومي زي ما قال كابتن شريف 4 4 2 عادي ما عنديش مشكله، 4 4 1 4 1 عندي ما عنديش مشكله، بحيث ان انا اجد توظيف للعيبه اللي موجوده عندي في الملعب في اثناء المباراه نفسها. فبالتالي لازم يبقى التاكتكس متغيره الماتشات اللي جايه، يعني مش هحتمل ان انا العب بمنعم ورامي ربيعه وحسين الشحات وامام عاشور بعد ماتشين ثلاثه مش لاقيهم موجودين عندي في الملعب، فاهم قصدي؟ صحيح. طيب نروح نشوف مستر كولر، بمناسبه الحديث عن مستر كولر، قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه؟ نرجع نكمل مع نجومنا الكبار. اوكي. Ja, war wieder ein schweres Spiel. Auf der einen Seite natürlich heiß, gut ist für den Gegner auch so. Für uns Europäer ist das natürlich ein bisschen anders tragbar als jetzt für die Spieler, die das kennen hier. Wir haben ja, das Spiel gewonnen, das war wiederum das Wichtigste. Wir haben das zweite Tor gemacht in der zweiten Halbzeit, haben aber dann natürlich viel zu schnell das Gegentor wieder bekommen, also war alles wieder offen und dementsprechend ja, müssen wir an dem arbeiten. Ich sage das immer wieder, wenn wir in Führung gehen, dass wir dann kompakt und jeder bereit sein muss, auch defensiv Arbeit zu leisten. Ich muss das dann nochmals im Fernsehen anschauen. Ja, das Tor war natürlich vom Gegner schön rausgespielt, aber aus meiner Sicht natürlich unnötig. Und gut, wir haben es nach Hause gebracht und 2-1 gewonnen und das war heute das Wichtigste. كعادة في الفترة الأخرانية ماتش صعب، زود صعوبة المباراة حرارة الجو، طبعا الجو علينا وعلى المنافس بالنسبة لي كأوروبي والجهاز الفني بتاعنا الجو صعب جدا، لكن اعتقد بالنسبه للعيبه اللي عاشت هنا واتولدت هنا ممكن يكون الجو مقبول، لكن بالنسبه لي كان الجو صعب جدا يتلعب فيه كوره. لكن اللعيبه قدرت انها تكسب، وده كان اهم حاجه النهارده، الفوز بالمباراه. جبنا جون وبعدين جبنا الثاني، بعد الجون الثاني للاسف دخل فينا جون بسرعه جدا، المنافس لعبها كويس، ما بعترف انها كانت لعبه حلوه، لكن كان جون بدون داعي، احنا فقدنا تركيزنا. انا دايما بعيد وزيد وعيد وزيد كل يوم ان احنا ما نجيب جون، ازاي ان احنا نقف بخطوطنا متقاربه كومباكت، ان احنا ازاي كلنا بندافع، ازاي بنقف، لكن مش دايما ده بيحصل. في بعض اللحظات بتحس ان بيحصل استسهال للمباريات، فيحصل جون زي اللي دخل فينا فنبدا نتشد شويه ونبدا نفضل قاعدين على اعصابنا لغايه اخر المباراه. في النهايه المنافس ما كانش ليه فرص خطيره خالص علينا، لكن الماتش كان ممكن يمشي اسهل من كده. في النهايه اهم حاجه ان احنا كسبنا الثلاث نقط. اما هروح اتفرج على الماتش تاني، هتفرج على اخطائنا تاني، ان احنا لازم نتحسن فيها اكتر، لازم اعيد الكلام اللي انا بقوله كل شويه اعيده تاني واشرحه تاني، لكن اهم حاجه كانت النهارده الفوز بالمباراه والثلاث نقاط. امام الاهلي في المباراه الماضيه اعطى الاهلي افضليه ان هو يريح اكثر النهارده، ولكن مع ذلك شفنا ناس باص كتير جدا في الملعب النهارده من لعيبه النادي الاهلي، وشفنا تراجع او اللعيبه برده تركيز ما زال تركيز غالب عنها في الكثير من اوقات المباراه. Wohl Samarit dann den Spiel abgesagt hat, das hat die Halle dann eine Pause gegeben von fast einer Woche.
Trotzdem hat anscheinend Leile das nicht gut ausgenutzt, weil es gab heute dann sehr viele Fehlpässe, Konzentrationsprobleme, die in letzter Zeit immer wieder vorkommen. Woran liegt's? Ja, also grundsätzlich muss ich mal eins sagen. Ich hab jetzt auch ein gewisses Alter erreicht und ich habe das in meiner Karriere noch nie erlebt. Wir haben fast 20 Spiele, die wir absolvieren müssen seit Mitte Juni bis Mitte August. Und jetzt spielen wir alle 3-4 Tage, haben jetzt mal eine kurze Pause gehabt, aber das reicht natürlich nicht, um sich restlos zu erholen. Wenn die Nationalspieler, die müssen auch immer noch früher zur Nationalmannschaft, können dann da auch nicht natürlich abschalten, weil die Nationalmannschaft auch gewinnen möchte. Und wir haben die 20 Spiele, wir haben 34 Spiele. Wir haben ein Jahr hat 12 Monate, wir spielen in 2 Monaten, spielen wir 3/4 der Meisterschaftssaison. Ja, also da ist natürlich schon zu fragen, okay, wie kann das gehen? Es muss natürlich aktuell so gehen, weil wir in jedem Wettbewerb mit dabei sind. Aber das Wichtigste ist natürlich für mich als Trainer auch und für den Staff, dass die Spieler auch Pause bekommen, dass sie mal regenerieren können. Und wenn du nur einen Tag hast oder 2 Tage, das reicht einfach nicht. Und du musst auch mal vom Fußball abschalten können, der Kopf muss mal frei sein. Und wenn das ja, natürlich nicht passieren kann, dass du mal 2-3 Wochen Urlaub machen kannst, ja, dann wird es immer eng sein, da wird es immer Möglichkeiten geben, dass mal der eine müde ist, dass der eine nicht konzentriert ist. Und das ist natürlich dann ja, schwierig, das Ganze ja, so zu gestalten, wie man es gerne hätte oder wie man es vielleicht gewohnt ist. أنا عايز أتكلم في الموضوع بشكل مستفيض شوية ويمكن أنا عندي خبرات كبيرة في الكورة بقالي سنين طويلة جدا بشتغل في الشغلانة دي ووصلت لسن معين فأعتقد إن أنا اللي بشوفه هنا عمري ما شفته في حياتي إن أنا ألعب 20 ماتش في شهرين ده مش موجود في أي حتة في العالم إن أنا أقعد ألعب 3/4 الموسم من 34 مباراة 34 أسبوع 20 منهم ألعبهم في شهرين وبقيه السنه فاضيه ده مش موجود، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد بيلعب 3/4 الموسم في شهرين وبقيه السنه كلها متوزع ال 14 ماتش التانيين على بقيه الموسم، عارف ان احنا بنلعب في بطولات كتير ولازم نشارك في بطولات كتير لكن لازم يكون في حل لتوزيع الماتشات بشكل مختلف لان الناس كتير مش عارفاه ان اللعيبه دي مش مكان، دول بني ادمين، انا لما بلعب كل 48 ساعه ماتش ده مش وقت كافي اصلا ان انا اريح اللعيبه، احنا بنحاول نحسن من الاحسن ما عندنا ان انا بريح لعيبه من الماتش او اعدى او اعمل تدوير او ادي اجازات في النص بس يوم اجازه وسط كل الضغط ده ما فيش بني ادمين تستحمله اللعيبه ده انا ما بتكلمش عن العنصر البدني بس انا بتكلم عن العنصر الذهني اللعيب توصل لمرحله انها هنا ما تبقاش قادره خلاص مش قادر يتفرج على الكوره مش قادر يشوفها مش قادر ينزل تمرين وكل شويه ضغط عايز اكسب كل يومين ده مرهق ذهنيا وبدنيا بشكل مخيف فالناس مش عارفه ده مش حاسه بيهم مش حاسه ان ده صعب جدا ان انت في 48 ساعه تعمل تدريبات تحسن فيها اي حاجه ان انت عندك ماتش استشفى ماتش استشفى ماتش استشفى احنا ماشيين بالريتم ده دلوقتي فين المجال غير النظري ان انا احسن في اللعيبه فين اللعيبه دي تاخد اجازات بحاول قدر الامكان ادي لهم اجازه بس اللعيبه دي لو ما خدتش كمان عندنا اغلب اللعيبه اللي عندنا 18 لعيب دولي اللعيبه الدوليه ما بتاخدش اجازات الوقت اللي ممكن يتاخد فيه اجازات للعيبه التانيين 18 لاعب كامل بيروح يلعب في المنتخبات عشان المنتخب كمان عايز يكسب وده حقه فبتروح كمان كل الفترات اللي ممكن نريح فيها بتروح مع المنتخب ففي لعيبه ما بتريحش خالص يعني بتقعد سنه كامله مفيش راحه اطلاقا ده مميت ده مرهق جدا ذهنيا وبدنيا ونفسيا لو ما حصلش ان اللعيبه دي تاخد راحه كافيه 3 اسابيع تفصل عن الكوره خالص هنفضل نخش في الدايره دي كل موسم هيبقى دايما اللعيبه دي بتتحرق بالشكل ده ويجي على اخر الموسم يبقى بالمستوى اللي احنا شايفينه اللعيبه مش قادره وبتحاول واحنا بنزق فيهم ونحاول نعمل تدوير عشان نحاول نطلع احسن حاجه لكن ده مش صعب جدا في الظروف دي لكن احنا بنحاول نطلع احسن حاجه من اللعيبه. طيب شفنا مستر كولر يمكن كلم كلام منطقي كان اهم ما فيه
ان هو قال يعني انا بقى كتير جدا بشتغل في الكوره ما شفتش اللي بيحصل ده، ان انت في شهرين بتلعب 20 ماتش. ده اهم حاجه في الكلام اللي هو قال. في ضغط مباريات زايد عن الحد، 20 مباراه في شهرين. اللعيبه دي بني ادمين، اللعيبه دي دول مكن مش مكن، انما دول بني ادمين، دول برضو عايزين بجانب الماتشات اللي بيلعبوها محتاجين في بعض الاوقات راحات، مش كل يوم والتاني بعد كل 48 ساعه يلاقي نفسه بيلعب في ماتش. حتى في وقت هيزهق من اللي هو فيه، هيزهق، واكيد دي هتاثر على حالته في الملعب وحالته خارج الملعب. زي ما قلنا قبل كده ان ممكن لا قدر الله الفتره ديت تشهد يعني بعض الاصابات، بعض الغيابات. نتمنى ان شاء الله ما تشهدش، نتمنى. بس اللي بيحصل هو بيقول 20 ماتش في شهرين، انت عندك دلوقتي في خلال الفتره اللي جايه لحد 17 اغسطس. النهارده كنا بنتكلم عن 15 مباراه بجانب مباراه في الكاس ضد الالومنيوم، يعني 16 مباراه. خلصت مباراه ناقص لنا 15 مباراه. كل 48 ساعه، ما بين 48 ساعه ل 72 ساعه كل يوم عندك ماتش. كل فتره دي كل يومين ونص عندك ماتش. فطبعا ده يعني شيء زايد عن الحد، يعني شيء اولا في ضغط على لعيبتك في الملعب، ضغط على الجهاز الفني. هيجي فترة من الفترات الجهاز الفني هيبقى محتار، هيبقى محتار. احنا كنا نتمنى ان الامور تبقى عادية، فيبقى الجهاز الفني محتار من الاختيارات الكتير اللي عنده. عنده مجموعة لعيبة كويسة، مجموعة لعيبة متقاربة في المستوى، يبقى عنده اختيارات كتير عشان يلعبهم. انما هو يعني اتمنى انه ما يوصلش لكده، ان ممكن في فترة ضغط المباريات دي يلاقي فترة من الفترات هو مجبر انه يلعب لعيبة معينة او مفيش غيرهم، او مفيش غيرهم. هو ليه فكر الفترة دي زي ما قلنا فيها تغييرات كتير، في تدوير، في فكر من مستر كولر. طبعا الفكر ان نمره واحد هدفه انه يكسب كل مباراة، ده الهدف من كل مباراة. انما في اوقات انت كمدير فني لما بتضغط جامد بتبقى انت مجبر على حاجات معينة ما كنتش عايز تعملها. هو كابتن المستر كولر اتكلم على الظروف الصعبة اللي الفرقة بتمر بيها، وان اللعيبة دول بني ادمين. شرفنا الان كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم وادائهم الفني. نورنا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي فاركو. تحياتي ليك كابتن علي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف، كابتن اسامه، وكابتن عادل، وكابتن بلال. طيب في البدايه كابتن سريعا بس، اتفضل، قبل ما نخش في طاقم تحكيم مباراه اليوم، اتفضل، ما حدث في مباراه سموحه وبيراميدز؟ تمام. كلم كابتن ايمن، كل بطوله كابتن بلال ليها لائحه مسابقه. تمام، دي نمره واحد. هنا عندنا في الدوري المحلي عندنا لائحه مسابقه، عندنا في الاتحاد الافريقي لائحه مسابقه. كل لائحه مسابقه بتنص على الظروف اللي بتحدث في هذه المسابقه. النهارده اللي حدث، نقول النهارده اللي حدث في مباراه سموحه بيراميدز هو حادث قهري، وبالتالي المباراه تعاد بالكامل من اول خالص. يعني ايه؟ يعني النهارده بيلعب 11 ضد 11. احنا بنبسط الامور كابتن عادل للناس كلها. هتعاد المباراه، يتم تحديد ليها ميعاد من قبل لجنه المسابقات، وتعاد بالكامل هذه المباراه بنفس الظروفه 11 ضد 11. كويس، تمام كده خلاص؟ تمام. البعض يرى ان كان في لاعب مطرود من سموحه وبعدين هيبداوا ب 10، لا الكلام ده غلط. بس هل نفس اللاعب ده ممكن يلعب ماتش؟ شوف يا كابتن، العقوبات الانضباطيه في هذه المباراه الموضوع سهل. كل لاعب خد بطاقه صفراء او حمراء تسري على هذه المباراه وما تتلغيش، ما تتلغيش. يعني على سبيل المثال هاني سليمان واخد بطاقه حمراء، مظبوط، المباراه اللي جايه ايقاف،
يتوقف ايا كانت هذه المباراه. ليه؟ ليه يا كابتن؟ لان هنا لان هنا دي عقوبه اثناء ده مش سوء سلوك، دي عقوبه لعب. شوف يا كابتن بلال، دي لائحه. لا يا كابتن، عندما يكون ملاحه بايظه يا كابتن بلال، ملاحه لو كده تبقى لائحه. كابتن انا النهارده شديت حضرتك في الماتش ده تمام وخدت انذار صح؟ اه والماتش اتلغى. طيب تمام. طب بس دي عقوبه لعب كابتن بلال. كابتن بلال عندما يكون في نص، معلش هي الماده قدامك كابتن، في نص في اللائحه، ماده سليمه ماده بايظه، هي اللائحه اللي بتقول الكلام ده مش احنا. لا انا قلت في البدايه يا كابتن، لائحه المسابقه بتنص على كل حاجه يا كابتن بلال. هنا كل العقوبات، يعني سيب المثال، اي عقوبه تاخد كابتن اسامه تسري هذه المباراه باستثناء لما تيجي تعيد هتلعب المباراه من جديد خالص. تمام. تاني هاني سليمان خد بطاقه حمراء نتيجه منع فرصه محققه لتسجيل هدف، وبالتالي هنا المباراه اللي جايه على طول يتم ايقافه. تمام. ايا كانت هذه المباراه بيراميدز او اي مباراه ثانيه. سؤال يا كابتن، هو خد الكارت الاحمر اللي حضرتك قلت دلوقتي حالا نتيجه لمنع تسجيل هدف في مباراه اتلغت؟ فرصه لمنع تسجيل هدف في مباراه اتلغت. تمام. هي دي اللائحه يعني لو كان الهدف والهدف اللي اتسجل اتلغى. تمام. الهدف نفسه اتلغى اللي انا خدت فيه العقوبه بتاعته، فازاي انت ما تشيلش من العقوبه الاداريه؟ ده بصراميط. شوف يا كابتن، كل العقوبات الانضباطيه او الاداريه يا كابتن ايمن وتسري ده نص اللائحه، بس نوضح كابتن بلال، نوضح تاني هذا نص في اللائحه. في لائحه طبعا، اي بطوله ليها لائحه مسابقات، يعني اي يعني اللوائح دي المصريه. طبعا قد تختلف هذه اللائحه، عشان اوضح. قد تختلف، يعني انا كنت مراقب في الاتحاد الافريقي، لائحه الاتحاد الافريقي تختلف عن الاتحاد المصري، عن الاتحادات القاريه، عن انما هنا عندنا في مصر كويس. المباراه تعاد 11-11 نتيجه الظروف القهريه اللي هي حدثت في هذه المباراه. تمام. حضرتك قلت هتعاد المباراه والعقوبات الاداريه موجوده. تمام. كويس. طيب نفترض ان ماتش النهارده ما بين سموحه وبيراميدز كان عندي لعيب في سموحه او في بيراميدز واخد 3 انذارات قبليه فما لعبش النهارده، كويس. جت مباراه سموحه وبيراميدز الله اعلم هتتلعب امتى، ممكن كمان 3-4 ماتشات. تمام. تلعب بنفس الظروف. سؤال مهم جدا جدا جدا، البعض يسال تاني عشان نوضح للناس ان مثلا كان في لعيب تم ايقافه في هذه المباراه مش هيلعب. لا سؤال قبلها يا كابتن. ايوه عارف عارف، يعني قبل المباراه. يعني هي دي المباراه دي بالنسبه له موقوف. موقوف صح كده. طب هل يحق فيه يلعب المباراه الجايه؟ لا برضك برضه ما يلعبش. طب ما كده الكلب مكالين يا كابتن. لا هو ايوه كابتن، الكلب مكالين كده يعني. انا النهارده خدت، انا اتعاقبت قبل ماتش، ما المباراه ما اتلعبش، اتلغى الماتش، كان عقوبه مستمره. طب ما الثاني نفس الموضوع. بلال اريحك، كان المباراه لم تلعب. طب يبقى حاجه احدث، العقوبات الانضباطيه تسر. اذا اللاعب اللي هو كان موقوف قبل المباراه دي هيتم ايقافه في المباراه اللي جايه ايا كانت بقى هذه المباراه. تمام. مع بيراميدز او مع اي فريق. اخر سؤال، اسئلتك كترت قوي يا كابتن. اخر سؤال. لا والله معلش معلش. اللاعب هاني سليمان تم طرده النهارده. تمام. مش هيلعب ماتش بيراميدز حتى لو اتلعب كمان شهرين. كمان شهر. حلو؟ مش هيتلعب لما الماتش يتعاد، مش هيلعب الهاني سليمان. كويس. ماتش سموحه وبيراميدز هنقول مثلا هيتلعب كمان اسبوعين. كويس؟ بنفس ظروفه. يعني واحد واخد 3 انذارات مثلا في سموحه او بيراميدز مش هيلعب الماتش بتاع سموحه وبيراميدز. تمام. طيب جه سموحه قبل ماتش بيراميدز، قبل ماتش بيراميدز مباشره عنده لعيب اتطرد، يقف ماتش بيراميدز؟ كابتن انت مش عايزين نخفي للناس يا كابتن، انا كلامي كان واضح. الايقاف في هذه المباراة للعيبة اللي خدت بطاقة حمراء، المباراة الصعبة اللي جاية على طول ما يلعبش. أي المباراة جاية ما يلعبش. أي مباراة. أي مباراة. مش هيلعب. مباراة. هو إيقاف المباراة يتوقف. مظبوط. سواء اتحددت مهما كانت المباراة. بيراميدز أو في فريق تاني هو مش هيلعب. أيوة. بس كده. خلاص يا كابتن الأمور واضحة. اللائحة سهلة قوي على فكرة، وقلنا النهاية المباراة ستعاد 11 ضد 11 والعقوبات الانضباطية سارية حتى هذا. نخش على المباراة. لا هقوله بس دي بس بسرعة. كابتن ناصر انا بس مع بلال، مع كابتن بلال في حاجه، ممكن العقوبه لو سلوكيه
ماشي خلاص ماشي. لكن لو عقوبه انا بتكلم دي بنقولها للاتحاد بقى، ده اقتراح يا كابتن ايمن، لو حاجه اقتراح يا كابتن اسامه، يعني انذار عشان هو شد واحد او منع جون او كده. انت بتتكلم على العقوبات اللي هي بيبقى فيها يعني خارجه عن السلوك. كلام تمام، كلام مش جميل قوي قوي قوي. ممكن اقتراح جميل يتقدم لجنه مسابقات، ممكن تاخد بيه، ممكن ما تاخدش، هي حره في الكلام ده. انما احنا بنتكلم في الواقع النهارده، العقوبات الانتقاليه الساريه في هذه المباراه. الاكبر بقى من كده كلمه واحده تاني، مين اللي بيعمل اللوائح دي؟ جميل قوي يا كابتن. لائحه المسابقات المفترض لما نيجي نتكلم في اتحاد الدوله، كابتن بلال، كابتن عادل، عشان تعمل لائحه اتحاد الدولي بيجيب مين؟ بيجيب لاعبين على مستوى عالي، خبراء فنيين، مدربين، بيجيب حكام، بيجيب كل العناصر، يقعدوا ويقعدوا ويعملوا لائحه. تمام، كل واحد بيبقى له وجهه نظر، وبالتالي خلاص يعني بيستخلصوا الكلام ده كله في لائحه بيتكون منها خبراء من المدربين ومن الحكام ومن اللاعبين. وانت شايف طبعا هنا لابد ان المسابقات ايضا تيجي تعمل لائحه. حصلت دي مين اللي عاملها؟ لائحه المسابقات اللي هم اعضاء المسابقات يا كابتن اللي بيعملوها، اللي هم اللي هم المسؤولين في الاتحاد، اللي هو بتاعت المحترفين ولا الرابطه قصدك يعني؟ يا كابتن احنا قلت في البدايه يا كابتن عادل ايه؟ عشان بس ما نزوش حد. كل مسابقه في عندنا في الدوري، مسابقه الدوري نايل ليها مسابقه، لائحه مسابقه، مسابقه الدوري المحترفين ليها مسابقه، مسابقه الناشئين ليها لائحه مسابقه، كل فرع في الدوريات عندنا ليه لائحه مسابقه. هذه كل اللوائح دي كلها بتعملها لجنه المسابقات. لجنه المسابقات بتاعت الاتحاد المصري جمال علام يعني. بالظبط كده، بتاعنا احنا يا كابتن، بتاع الاتحاد المحلي. تاني بنقول كل اتحاد قاري واتحاد اهلي ليه لائحه خاصه باللوائح في المباراه. ندخل في صمت وصلت كده وتمام؟ طولنا شويه. تمام. اتفضل. الامر دوري النهارده بنقول 45 سنه، عنده 45 سنه من الحكام المتميزين. انا قلت لك كابتن ايمن ان نادر من الحكام اللي ممكن تجدد لهم. يعني ايه؟ احنا قلنا شرط بس يكون عنده القدرة على ان هو يكتسب الاختبار البدني، والقدرة في ان هو يعدي الكشف الطبي. عندنا نادر النهارده حكم عمل مباراة كويسة قوي، كان هشام الدسوقي مساعد رقم واحد، الشبل الصغير ده المساعد رقم اثنين، احمد علي فتاح الولد الصغير الجميل النهارده ده عنده حالات تميز قوي 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 وصغير في السن. وانا قلت لك كابتن ايمن قبل المباراة، قلت لك ان شاء الله انا اتمنى يعمل مباراة كويسة، والنهارده عمل مباراة كويسة. مصطفى شهدي من الحكام الصاعدين الواعدين، بنأمل ان هو يكون ليه دور في الفتره القادمه مع الفار محمد الحنفي ومعه كان مصطفى عطيه. نروح لابرز الحالات اللي حدثت في هذه المباراه. هذه الحاله اللي جايه دي مهمه جدا جدا جدا، واللي شاف لعبه الهاني سليمان كابتن احمد يشوف اللعبه دي هي نفس اللعبه، بس هنا فرقت حاجه جميله جدا، ان هنا الشناوي مهاره الشناوي وتوقيت دخوله وسرعته هنا في ان هو ينجح في لعب الكره. مظبوط، هنا الفرق، عشان هنا لو كان هناك في مخالفه من الشناوي كانت هتبقى ممكن يضطر. هي احنا بنتكلم في الدقيقه 12، قرار كان الابرز في المباراه. الشناوي هنا بيروح في توقيت جيد، بينجح في لعب الكره من عمرو جمال، وبالتالي هنا لم يرتكب اي مخالفه، وبالتالي هنا نادر امر الدوله كان في المكان وكان في الزمان وكان عنده قراءه. هنا بحيي طبعا الشناوي على ان هو وصل ونجح، لان لو في حاجه غير كده كانت هتبقى اعتقد فرصه محققه، وكان هيبقى فيه بطاقه حمراء. دي الحاله الابرز نتكلم فيها كابتن ايمن في الدقيقه 12. ماشي، الحاله اللي بعد كده نروح لاحمد عادل سليمان المساعد الصاعد الواعد، ونشوف الاول الهدف. هنا هدف لحسين الشحات، وانا بيدي على طول بيشير هدف صحيح، لا يوجد اي تسلل، تمركز الحكم المساعد كمان وتركيزه في هذه الحاله يدوا له الافضليه في ان هو يعني ان شاء الله يتم منحه مباريات اكثر واكثر لنتيجه الاجتهاد اللي هو عامله النهارده احمد علي الفتاح. الحاله اللي بقى نشوف هنا ال1 وهنا ال2، هنا عندنا اثنين لاعبين، وهنا تمركز، شوف التمركز بتاع احمد. انا بحييه، ولد صاعد صغير، ولكن النهارده كان عنده ثبات وكان عنده قرار وكان عنده تركيز ويقظه وتمركز جيد. الحاله اللي بعد كده حالة تانية عند أحمد علي الفتاح، وهنا أشار باستمرار اللعب ثم رجع ورفع رايته، والقرار هنا قرار صحيح بالتسلل. برافو يا أحمد، كنت النهاردة موفق، وبالتالي هنا التسلل موجود، لحظة لمس الكرة وموقف التسلل. دي حالة تانية. الحالة التالتة نشوف هنا حالة مهمة جدا، وهنا نادر يعني قريب قوي قوي، ولكن هنا بنشوف هنا في مخالفة، هل تستحق الطاقة
صفرة ولا لا. نشوف هنا رامي هنا بينزل على الحذاء، وبالتالي هنا كان يجب اشهار بطاقة صفرة نتيجة التهور، وهنا المخالفة موجودة والحكم كان موجود، ولكن هو احتسب المخالفة فقط كابتن أيمن. حالة تانية اللي بعد كده بنشوف تاني، بنشوف هنا هل هنا في قرار بالتسلل ولا مفيش. هو برضك نفس الشيء، الاستراتيجية الحكم كانت ثابتة، نفس الشيء هنا خلى اللعبة تواصل ونشوف مشى. شوف هنا لحظة اللمس، هنشوف هنا كريم تقريبا تسلل، وهنا هو برضك أحمد عادل عبد الفتاح النهاردة أنا بديله نجم المباراة. نمشي بالحالة، وأشار باستمرار لا ما رفعش. ليه؟ لأن كان ممكن يجي منها جون، وكانت حالة صعبة قوي، وبالتالي رجع أشار على التسلل. نروح للحالة اللي جاية نشوف هنا هذه الحالة أنا بتكلم فيها لنادر. ستوب هرجع تاني معلش سامحني، لا من لايف بس وهنقف هنا. نادر بقول لك إنها لابد إن يكون في اللعبة دي بالذات يبقى عندك قراءة شوية، ما تستعجلش بالصفارة. هنا أنت استنيت وبعدين ارتكبت حسبت مخالفة على خالد، وبالتالي هنا اصبر شوية. ليه؟ مين اللي خد الكورة؟ زميل اللاعب اللي تم ارتكاب معاه المخالفة، وكان عنده يعني الأفضلية إنك أنت تمنح الفرصة ليه. هنا أنت نادر أنت استعجلت وصفرت بالمخالفة، وهنا بنقول ده ما يجب تطويره في أداء الحكم يا كابتن نعيم. هي مش ملحوظة، هو حسب المخالفة والمخالفة موجودة، ولكن الأفضل إنك أنت كنت اديت الأفضلية وتدي الفرصة للاعب فاركو. الحالة اللي بعد كده جاية ونشوف هنا أكرم بيعدي، ونشوف هنا الدخول وأسلوب الدخول من رامي. طبعا نقول تهور، وهنا تحية للحكم المساعد هشام الدسوقي لأن هو تعاون بالقرار وحسب المخالفة مع الحكم. وهنا البطاقة بطاقة رامي بطاقة صحيحة في هذه الحالة. برافو نادر، ومعاييرك كانت في هذه المباراة معايير أعتقد كانت بنسبة كبيرة كانت صحيحة. نفس المعيار هنا بنشوف هنا لعب هنا في المسك، والمسك هنا في هذه المنطقة هنا نشوف نادر لم يتردد. بصراحة النهاردة نادر عجبني جدا جدا، هنا الشد موجود والمسك موجود من فخري، وبالتالي انذار مستحق لفخري في هذه الحالة. عقوبات بمعيار واحد، وده اللي احنا بنقوله دايما لحكامنا في هذه المباريات. الحالة اللي جاية ونشوف هنا أكرم معدي، ونفس الدخول هي اللي ادى فيها انذار للاعب رامي، هنا ادى اللاعب انذار للاعب أكرم، وبالتالي انذار مستحق في هذه الحالة. أعتقد حالات كلها الحالات الانضباطية والإدارية كان موفق فيها جدا جدا. طاقم التحكيم الكاملة أدوا مباراة كويسة في ظروف صعبة جدا جدا، في اختبارات صعبة، في مباراة صعبة. على فكرة أتمنى طبعا التحكيم المصري يعني يمشي بشكل كويس إن شاء الله. وزي ما بنقول للجنة الحكام، إحنا هنا في قناة الأهلي بنقف معاكم وداعمين وساندين، ولما بنطلع حالة تحكيمية كابتن عادل بنطلعها عشان تطوير أداء الحكام ليس أكتر. النهاردة بنشيد أهو بطاقم التحكيم بالكامل. لما نيجي عندنا طاقم تحكيم مش موفق ونتكلم، محدش يزعل مننا، إن إحنا هدفنا تطوير الأداء التحكيمي على مستوى المحلي ومستوى الدولي يا كابتن عادل. شكرا جزيلا كابتن نصر، شرفتنا. شكرا كابتن عادل. طيب قبل ما ننهي كابتن الشريف، رجل مباراة اليوم حسين الشحات إن شاء الله. كابتن وسام حسين الشحات. حسين الشحات ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عادل. حسين الشحات. كابتن بلال حسين. كابتن يبقى حسين الشحات رجل مباراه اليوم. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وفاركو في الجوله رقم 28 للدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 محققا الفوز التاسع على التوالي وانفراده بالمركز الثاني. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق في المباريات القادمه والفتره الصعبه القادمة. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم شكرا كابتن شرفتني. بشكرك كابتن أيمن، مبروك عقبال اللي جاي إن شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن مبروك كابتن شرفتني إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. كابتن أسامة عربي شرفتني. مبروك أيمن عقبال اللي جاي إن شاء الله. يا رب. كابتن أحمد بلال شرفتني يا كابتن. ربنا يخليك كابتن أيمن، شكرا جزيلا. وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وورقة حياتي.